النهاردة في أندرو جيري مع دكتور طارق أستاذ طب المنيا، وإن شاء الله يبقى موفق ليكم ونجاح من حياتي إن شاء الله. أو دكتور همان أستاذ دكتور طارق ومحاضرة عن الأندرو جيري. انا طارق العماوي استاذ الامراض الجلديه والتناسليه وامراض الذكوره في طب المنيا، وبتشرف بيكم ان شاء الله. ما تكونش ايه في اول مره، ما تكونش اخر مره ان شاء الله. سريعا عشان نتكلم على الاسباب بتاعه الميل انفيرتيليتي، هنعرف الاول ايه هي الفانكشنز بتاعه التيستس. التيست ليها اثنين فانكشنز. اول حاجه السبرم برودكشن، السبرماتوجينيسيس، ده بيتم جوه السيمينيفرس تيوبولز. اوكي، تاني حاجه في الانترستيشيوم موجود اللايتك سيلز اللي بتطلع التستوستيرون. يبقى احنا عندنا تو فانكشنز، سبيرم برودكشن وسبرماتوجينيسيس وتستوستيرون برودكشن اللي هو الميل سكس هرمون. اتفقنا يا دكاتره؟ طيب اي خلل في احدى الوظيفتين او كلتاهما ده اللي بنسميه هايبوجوناديزم. خلل في احدى الوظيفتين او كلتاهما. طيب صوره سريعه للكروس سيكشن في التيتس، هنجد ان هي معموله من تو كومبارتمنتس، في سيميليفرس تيوبولز اهي باينه هنا هي، وفي بينها كونكتد تيشو انترستيشيوم. السيميليفرس تيوبولز دي اللي بيتم جواها السبرماتوجينيسيس والسبرم برودكشن، والانترستيشيوم بتحتوي على خليه مهمه جدا اللي هي اللايتك سيلز اللي بتكون التستوستيرون. اتفقنا يا دكاتره؟ طيب ايه اللي بيعمل ريجوليشن؟ عشان نعرف اسباب الميل انفيرتيليتي هنعرف ايه اللي بيعمل ريجوليشن للتست فانكشن. اللي بيعمل ريجوليشن حاجتين، سنترال ريجوليشن ولوكال ريجوليشن. السنترال ده هرمونال كنترول للتست فانكشن زي ما هنشوفه دلوقتي، وهو ده المين كنترول. اللوكال ريجوليشن اللي هو الانتر اكشن بين الخلايا المختلفه اللي موجوده في التيست، اللايتك سيلز مع السيرتون سيلز مع الجيرم سيلز مع البيرتيوبولار سيلز مع الاميون سيستم سيلز، الانتر اكشن بين كل دول. الاهم فيهم السنترال ريجوليشن اللي هو هرمونال كنترول اللي هنقوله في السلايد الجايه. ماشي؟ طيب اللوكال ريجوليشن ايه الدور بتاعه؟ اللوكال ريجوليشن بيعمل موديوليشن وانتر اكشن بين الخلايا، وهو اللي بيترجم السنترال كنترول او اللي هو المين كنترول. ده المين كنترول اللي هو السنترال كنترول بتاع التست فانكشن. عندنا يا جماعه الماستر اندوكرين جلاند في الجسم زي ما احنا عارفين اللي هو البيتيوتري جلاند، اللي هي بتتحكم في خلايا في 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 اندوكرين جلاندز كتير قوي في الجسم زي الثايرويد وزي السوبرارينال جلاند. ماشي، من ضمنها كمان التيست. خلاص، البيتيوتري جلاند ما بتبداش هي الكنترول من نفسها، بيبدا من هاير سنتر عنها اللي هو الهايبوثالامس. حلو كده، اللي هو الهايبوثالامس. عشان كده بنسمي الكنترول دوت هايبوثالاميك بيتيوتري تستيكولار اكسس. ده المحور اللي هو بيتحكم من الهايبوثالاموس للبيتيوتري للتيستس. الهايبوثالاموس بتعمل ايه؟ بتطلع الجونادوتروفين ريليزنج هرمون. جونادوتروفين ريليزنج هرمون الجي ان ار اتش يروح للانتير البيتيوتري عشان تفرز تو هرمونز مهمين قوي بالنسبه لنا اللي هما بيعملوا كنترول للتيست فانكشن، فوليكل ستيميليتنج هرمون واليوتنايزنج هرمون اف اس اتش اند ال اتش. الفوليكل ستيميليتنج هرمون اساسا معني بان هو يروح السيمينيفرس تيوبولز لان الريسبتورز بتاعته موجوده على السيرتول سيلز. جميل؟ علشان ينبه ويساعد موضوع السبرماتوجينيسيس. في المقابل اليوتنايزنج هرمون بيروح لللايتك سيلز في الانترستيشيوم عشان ينبهها تطلع التستوستيرون. وبالتالي وصلنا هنا للتو فانكشنز اوف ذا تيست، سبيرم برودكشن وتستوستيرون برودكشن. زي اي اندوكرين جلاند بيبقى فيه فيدباك بينها وبين الماستر جلاند علشان تتحكم وتظبط الايه
الكنترول بتاع او الافراز بتاع الريليزنج هرمونز اللي بيطلعوا عشان يعملوا كنترول تيست فانكشن. السيرتول سيل من احد وظائفها ان هي بتطلع فاكتور او هرمون اسمه انهيبين بي. انهيبين بي دوت بيروح يعمل نيجاتيف فيدباك انهيبيشن على مستوى البيتيوتري جلاند علشان ياثر على الاف اس اتش. لما يزيد الانهيبين بي يقلل الاف اس اتش. اوكي الاف اس اتش بيعمل تنبيه، التنبيه بقى كفايه يطلع الانهيبين يقول له كده كفايه خلاص. اوكي مقابل ليه في فاكتور تاني اسمه اكتيفين بيعمل عكس الشغل بس الرول اكتر للانهيبين. جميل. على الجانب الاخر التستوستيرون بيشتغل على تو ليفلز، اما ان هو دايركت يروح للبيتيوتري جلاند يقول لها قللي شويه افراز ال ال اتش. اوكي او ان هو يشتغل على مستوى الهايبوثالامس. على مستوى الهايبوثالامس بيعمل ايه؟ التستوستيرون مش هيروح يشتغل دايركت، هيشتغل ازاي؟ يتحول في الاديبوس تيشو، في الفات تيشو اللي موجود في الجسم، يتحول الى استراديول. ماشي، يتحول الى استروجين بتاع الفيميل. خلاص في الاديبوس تيشو البروسيس دي اسمها اروماتيزيشن، والانزيم ريسبونسبل اسمه اروماتيز انزيم. الاستروجين او الاستراديول دوت اللي هيروح للهايبوثالاموس علشان يعمل ايه؟ علشان يعمل انهيبيشن للجن ار اتش سكريشن. يعمل انهيبيشن للجن ار اتش سكريشن. انتوا معايا ولا تهتوا؟ معاه مع بعض. يعمل انهيبيشن للاس للايه؟ للجن ار اتش سكريشن. عشان كده احنا عندنا مجموعه دواء في العلاج الميل انفيرتيلجي اللي هو مجموعه الانتي استروجينز. بتشتغل ازاي؟ انها تروح تعمل كومبيتيتيف انهيبيشن مع الـ مع الـ مع الاستروجين على مستوى الهايبوثالاموس علشان ما تخليش الاستروجين يقلل الجن ار اتش. لما يزيد الجن ار اتش يزيد الاف اس اتش والال اتش ويزيد التستس فانكشن. واضح يا دكاتره؟ لازم نعرف القصه دي كده عشان نبقى احنا متخيلين الدنيا ماشيه ازاي. طيب على هذا الاساس اللي التشارت الجميل دوت اللي احنا بنقوله، احنا هنقسم اسباب الميل انفيرتيليتي الى ثلاث اقسام اساسيه. القسم الاولاني يكون فيه مشكله في الهاير سنتر كنترول، في الهايبوثالاموس والبيتيوتر. جميل. المشكله الثانيه انه يكون في مشكله في التست نفسها. التست نفسها ما بتستجبش او ما بتشتغلش. المجموعه الثالثه اللي هي الاكسس ده كله طبيعي بس في اذر فاكتورز هي دي اللي بتخلي ان في انفيرتيليتي. وبالتالي منطقي جدا ان انا لو انا حاجه اقسمهم هلاقي ان انا كاتبهم بريتستيكولار كوزز اللي هي كلها اندوكرين فاكتورز من الجن ار اتش ومن البيتيوتري، تستيكولار كوز السبب في التست نفسها، واخيرا السبب اللي هو بوست تستيكولار كوز زي مثلا الاوبستراكشن ملوش دعوه بالهرمونز خالص ولا بالكنترول خالص. وصلت؟ من هنا انا هبدا ان انا اشرح اسباب الميل انفيرتيليتي. طبعا يا دكاتره انتوا يعني دايما اللحظات السعيده بتمر بسرعه، فحاسس بدات احس الوقت بيجري. ماشي، ف يعني صحصحتكم معايا كده وتجاوبكم ان شاء الله يخلينا نسرع شويه عشان نلحق ننجز ان شاء الله الموضوع بتاعنا. البريتستيكولار كوز هنبدا فيها. البريتستيكولار كوز هي هايبوثالاميك وبيتيوتري. جميل. الهايبوثالاموس والبيتيوتري دول مكانهم فين؟ البيتيوتري جلاند ده طبعا ساجيتال سيكشن موجود في السكال. ادي البيتيوتري جلاند موجوده في جروف في السكال، في البيز اوف ذا سكال اللي هو اسمها سيلا تيرسيكا. خلاص فوقيها على طول في الهايبوثالاموس موجوده في البيز اوف ذا برين. خلاص واقرب حاجه ليهم، اقرب حاجه ليهم اناتوميكال تتاثر باي مشكله في الاثنين دول اللي هي الاوبتيك كيازما اللي هي اتحاد الاوبتيك نيرفز رايت وليفت. فاكرينها؟ طيب عشان هنقول ليها اهميه الحكايه دي، يبقى هنا البيتيوتري جلاند وفوقيها الهايبوثالاموس. البيتيوتري جلاند دي اندوكرين جلاند والماستر جلاند، لكن الهايبوثالاموس مش اندوكرين جلاند. الهايبوثالاموس دي جزء من النيرفس سيستم، وبالتالي ما اقدرش اقول ان فيها سكريتوري سيلز بتاعت مثلا جلاند، لا ده هقول فيها نيورونز. فيها ايه؟ نيورونز
ما فيهاش سكريتوري سيلز كده زي اي جلاند. لا دي نيورونز والنيورونز بتفرز حاجات خلاص. صوره ثانيه البيتيوتري جلاند متقسمه قسمين. القسم اللي يعنينا اول مهم بالنسبه لنا الانتيريور لوب اللي هو الادينو هايبوفيسس. في جزء خلفي نيورو هايبوفيسس بس الجزء القداماني ده هو ده الاساس بتاعي. وادي الهايبوثالاموس وادي الاوبتيك كيازما. صوره مكبره شويه من المثال. اسباب الهايبوثالاميك كوزز اوف ميل انفيرتيليتي. خلاص الهايبوثالاميك كوز اوف ميل انفيرتيليتي كالون سيندروم برادر ويل سيندروم ومجموعه من الامراض الاخرى تشمل انفيرتيليتي فاسكولار تيومرز تروما بوست ايرادييشن. يعني عندنا دو سيندرومز اساسيين في الهايبوثالاموس هنعرفهم. واول سيندروم هو الاهم لازم تعرفوه كويس قوي ماشي. وبعد كده مجموعه امراض ممكن مش خاصه قوي بسندرومز او بحالات معينه لكن اي مشكله معايا اي مشكله بتتم في الهايبوثالاموس ممكن تاثر على الجنرال اتش سكريشن او الافراز بتاع الكنترول ده. الكلمه سندروم دوت ده عباره عن ليه طرق مختلفه للانهيرتنس. الانسنس بتاعت 1 لـ 10,000. ايه المشكله بتاعت الكالمان سيندروم دلوقتي؟ الجنرال اتش سيكريتنج نيورونز ما بتبقاش موجوده في الهايبوثالاموس في الامبريوجينيسيس. خلاص تبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في الاولفاكتوري ابيثيليوم. انتوا شايفين مني كده يا جماعه؟ موجوده في الاولفاكتوري ابيثيليوم وبتعمل مايجريشن للهايبوثالاموس. وبالتالي لما اجي اقول ايه سبب الكالمان سيندروم فيلير اوف مايجريشن اوف جن ار اتش سينثيزنج نيورونز فروم ذا اولفاكتوري ابيثيليوم تو ذا هايبوثالاموس. ده الباث واي الطبيعي. لما يحصل فيلير للمايجريشن بتاع الخلايا او النيورونز اللي بتفرز وبتكون الجن ار اتش اوكي، لما يحصل ديفكت فيها وانها ما تتحول ما تمشيش ما تهاجرش من الاولفاكتوري ابيثيليوم لهنا. وبالتالي نقولها في لحظتها اكتر حاجه تلاقيها في السندروم دوت في الكالمان سندروم دوت طبعا جن ار اتش ما راحش. ده حاجه تخصنا احنا كانفيرتيلتي. خلاص ايه الحاجه الثانيه؟ انوزمي سبيشال اروماتيك اسمها فليفرز او سميلز او بتاع ماشي. انوزمي ليه؟ لان مصاحب لهنا في الاولفاكتوري ابيثيليوم هنا هو الديفكت في الايه؟ في الاولفاكتوري بالب ديفلوبمنت. يبقى دي اهم حاجه معايا يا دكاتره. طيب نفتكر كلمه ان المريض اللي عنده كالمان سيندروم مش هيجي يشتكي بانفيرتيلتي اساسا، ده هيشتكي فيلد بيوبرتي من اساسا مش هيبلغ. ليه؟ لان الجنرال اتش ما طلعش اف اس اتش وما طلعش ال اتش، ما مشهاش السيكونس كله. خلاص لما اجي اقول ان انا الكالمان سيندروم دوت عايز اعالجه، طبعا في عندنا يا جماعه قاعده في الايه، في الاندوكرينولوجي، الهرمون اللي ناقص اعوضه والهرمون اللي زايد احاول اعمل له نورماليزيشن. دي قاعده في اي حاجه في الاندوكرينولوجي. خلاص فانا هعوض الجن ار اتش، اما ان انا ادي جن ار اتش من بره، والاسهل ان انا اتجاوز النقطه دي ادي اف اس اتش وال اتش على طول. هو الجن ار اتش هينبه الاف اس اتش والال اتش، يبقى انا هدي الاف اس اتش والال اتش على طول. خلاص كده يا دكاتره. كالمان سيندروم شايفين البيوبيك هير عامل ازاي والبينس سمول والديستيس سمول. البرادر ويلي سيندروم شبيه بيه او بيدي نفس اعراض تقريبا. خلاص بس وبيبقى برضه جاي بزيد بفيلد بيوبرتي. الفيتشرز بتاعته الاساسيه اللي هو هايبوجونيديزم وهايبومنشيا وهايبوتونيا ومعاه اوبيزيتي. فيسموه في ناس تحب يعني تسهله تسميه اتش 3 او، يعني ايه؟ هايبومنشيا وهايبوجونيديزم وهايبوتونيا ومعاه كده، والتريتمنت نفس التريتمنت. نعم هايبومنشيا يعني عشان المنتاليتي يعني. طيب
الهايبوثالامس كجزء من النيرفس سيستم ممكن تحجلها مشاكل كتير وهتاثر في الجنرال اتش سيكريتنج نيورونز. حلو كده. زي ايه؟ زي انفيلدد ديزيز، ساركويدوز، تي بي، هيموكروماتوز، يجي لها فاسكولار اكسيدنتس، هيمانجيوما، هيموريدج، يجي لها تيومر زي كرينيو فارينجيوما، خلاص زي مينينجيوما او ميتاستاسيس، تروما، فراكشر بيز اوف ذا سكال، بوست ايراديشن، واحد لاي سبب عنده تيومر في البرين وبيعمل ايراديشن هيتبوظ الهايبوثالامس. خلاص دي مجموعه امراض كتيره لازم ناخد هيستوري من المريض ولازم نفهم ان هو جات له اتعرض لحاجات زي كده ولا عنده امراض زي كده ولا لا ونعمل لها انفستيجيشن. هناخد بالنا ان المجموعه دي كده تقريبا هنلاقيها متشابهه مع مشاكل ممكن تحصل برضو نفس الحكايه للبيتيوتري. يحصل برضو حاجه تروما، هتحصل ميتاستاس، تحصل هيموريدج، ممكن برضو تاثر على الفانكشن بتاع البيتيوتري. ده في الايه؟ في الجزء الثاني من اسباب البريتستيكولار كوز اوف مين انفكتيف. هنقولها دلوقتي. جميل جدا. يبقى دوت مجموعه الهايبوثالامس، مجموعه البيتيوتري. مجموعه البيتيوتري اما هايبر برولاكتينيميا لا اما ايزوليتد ال اتش ديفيشنسي، ايزوليتد اف اس اتش ديفيشنسي، او بان هايبوبيتيوتريز، يعني حاجه سيلكتيف للهرمونز بتاعتها اللي هي خاصه بين اف اس اتش وال اتش يحصل فيها نقص، او تبقى هي حاجه بان كل الهرمونز. نفتكرها عشان برضه نبقى احنا كده شطار وامامير، نفتكر ايه الهرمونز اللي بتتفرز من البيتيوتري عشان بس ايه الهرمونز اللي بتتفرز من البيتيوتري الانتيريور اللي يهمونا. ستة. خلاص اللي هنتكلم عليه دلوقتي الهايبر برولاكتين، برولاكتينيم اللي هو البرولاكتين، واتنين هرمونز تانيين لسه قايلينهم اللي يهمونا اف اس اتش وال اتش، ويتبقى ثلاثة الجروث هرمون والثايرويد ستيمليتنج هرمون والادرينو كورتيكوتروبيك هرمون. واحد للثايرويد، واحد للادرينال جلاند، سوبرادرينال جلاند. صح كده يا دكاتره؟ طبعا البوستيريور الاوكسيتوسين والانتيديوريتيك هرمون قصه مش بتاعتنا. هنقول نقطه الهايبر برولاكتينيميا ونقولها بالتفصيل شويه عشان انتوا شطار وتهموك الحكايه. الهايبر برولاكتينيميا زي ما الهايبوثالامس بتتحكم في الافراز بقى الاف اس اتش والال اتش عن طريق الجن ار اتش والنادوتروفين ريليزنج هرمون، هنا بيبقى فيه تو فاكتورز مهمين بيطلعوا من الهايبوثالامس علشان يتحكموا في الافراز بتاع البرولاكتين. برولاكتين ريليزنج فاكتور ده بينبئ افراز البرولاكتين، وبرولاكتين انهبيتنج فاكتور ده بيقلل افراز البرولاكتين. الفاكتور ده اللي هو الدوبامين. الفاكتور ده اللي هو الايه؟ الدوبامين. وده القصه بتاعتنا كلها اللي احنا هنتكلم عليها. الدوبامين. حلو كده؟ يبقى الدوبامين لو زاد البرولاكتين، ولو قل يزيد البرولاكتين، عكسه، صح كده؟ يبقى دي القاعدة بتاعتنا عشان هنذكرها دلوقتي على طول. حلو كده. النورمال برولاكتين ليفل بيبقى أقل من 20 نانو جرام، في تلاقي مثلا من بعض المعامل يقول لك 17، من مثلا من 9 ل 17، من 8 ل 17، من 8 ل 20 ل 21، يعني إيه أقل من 20 نانو جرام. إزاي البرولاكتين؟ إحنا قلنا في الأكسس هايبوثالاميك بتقدر تستيكولار أكسس، الإف إس إتش والإل إتش هما الأساس، هما اللي بيتحكموا. خلاص ازاي البرولاكتين ياثر الزملاء اللي ورا سامعيني كويس بجد من غير مجامله عشان لو عايزوا اكتر من كده انا ممكن ما اعرفش اتكلم بعد كده ماشي وممكن تقربوا وتتواصلوا معانا لو انتم مش سامعين كويس ازاي يا جماعه البرولاكتين ياثر على الفيرتيليتي بيأثر باتنين ميكانيزم. أول حاجة impairment of pulsatile gender H release. نقول كلمة وافتكروها. كل الهرمونز والفاكتورز اللي بتعمل hypothalamic testicular access بتطلع in pulsatile manner. الجن ار اتش بيطلع في pulses، بيطلع اف اس اتش وال اتش في pulses، والمفروض ان التستوستيرون بيطلع في pulses، بس في peripheral blood بتبقى مش ما هياش distinct او مش باينه قوي. جميل؟ طيب يبقى دلوقتي
البلساتايل مانر بتاع جيرنا ار اتش اللي هو ربنا خلقه الطبيعي عشان يعمل افراز طبيعي، هو ده بيعمل انترفيرنس معاه لما يحصل برولاكتين يعني، وبالتالي بيأثر على افراز الاف اس اتش والال اتش. جميل. تاني حاجه ديستراكشن للجونادوتروفيك بيتيوتري سيلز. لو في مثلا تيومر بيفرز برولاكتين زياده، خد سبيس اكتر في الانتيور بيتيوتري، ضغط على الخلايا اللي بتطلع الاف اس اتش والال اتش، عمل ديستراكشن لبعضها، يبقى قلل الاف اس اتش والال اتش لان كلهم موجودين في حته قد كده. خلاص كده. البيتيوتري جلاند بالنسبه لحجمها اكبر بلاد سبلاي في الجسم. البيتيوتري جلاند بالنسبه لحجمها اكبر بلاد سبلاي في الجسم. ماشي. الكلينيكال بيكتشر بتاعت المريض اللي عنده هايبر برولاكتينيميا ايه؟ مريض الهايبر برولاكتينيميا ممكن يعمل انفيرتيلتي، بس ده مش هو المين برزنتيشن. قبل ما هيشتكي بانفيرتيلتي هيشتكي بنقطتين مهمين جدا، هيشتكي بريكتال ديسفانكشن ولوس اوف ليبيدو، مفيش ديزاير. يقول لك انا ما عنديش سكسوال ديزاير. جميل. ويبقى هو وعنده اريكتال ديسفانكشن قبلهم، وبالتالي المريض اللي انا الاقيه مع الانفيرتيليتي وانا باخد منه هيستوري او جاي يكشف الاقي عنده السيمتومز دي، لازم اعمل له برولاكت. خلاص كده يا جماعه. تاني حاجه ان هو انكلير ايتيولوجي انفيرتيليتي، انا بعمل كل الهرمونات الاقي المريض دوت كل الهرمونات طبيعيه وما اعرفش، اعمل له برولاكت ممكن يبقى هو عادي عالي، لان هو هيعمل ايه؟ يافكت الجن ار اتش وافكت الاف اس اتش. لو البرولاكتين دوت فيه تيومر كبير هيبدا يعمل بريشر سيمتومز. لو ماكرو برولاكتينوما او ادينوما ماكرو كبيره خلاص، يبدا يشتكي ببريشر سيمتومز. اقرب حاجه يبدا يشتكي بيها الاوبتيك كيازما زي ما قلنا ريليشن ليه، هيبدا يحصل ديستربنس للفيجوال فيلد، العيان مش هيقول مش شايف، لا ليها سيمتومز ثانيه، ديستربنس اوف فيجوال فيلد. معايا دكاتره، وطبعا دكاتره الغمض بيقيسوها. خلاص. مشهوره قوي 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 طبعا، وانت وانكريس انترا كرينيال تنشن معروف، الهيدك بتاع البيتيوتري ليه صفه اللي هو اسمه ايه؟ بيرسيستنس، وبيعمل وبروكتال فوميتنج بتاع انكريس انترا كرينيال تنشن وباي تمبر. خلاص كده يا دكاتره. طيب المشهور الجاينيكوماستيا والجلاكتوريا، ان يطلع من البريست ميلك ده، يعني كلمه بتتقال كتير قوي معروف البرولاكتين يعمل جاينيكوماستيا، يعني ما هواش ده الكومن سيمبل. الكومن اريكتال ديسفانكشن ولوس اوف ليبيدو، وبعد كده انفيرتيليتي، ولو كان في بريشر سيمبتوم، لو كان ماكرو ادينوما. حلو كده. الاسباب ان البرولاكتين يزيد، التيومرز اللي ممكن تحصل في البرولاكتين سيكريتنج سيلز، لا اما ماكرو لا اما مايكرو. ماكرو 1 سنتي او اكتر ان دايمتر، مايكرو اقل، يقول لك مثلا 2 مللي 3 مللي الدايمتر بتاعها، 5 مللي، كل ده يبقى مايكرو ادينوما او مايكرو برولاكتينوما. نتوقع ان الماكرو تعمل ايه؟ بريشر سيمبتومز، والمايكرو ما تعملش بريشر سيمبتومز. طيب الاكتر البرولاكتين سكريتنج تيومر اللي بيعلي البرولاكتين قوي يكون مايكرو ولا ماكرو؟ مايكرو. المايكرو هي دي اللي بتعلي البرولاكت، الماكرو ممكن يلاقي معاها نورمال برولاكت، يبقى المايكرو ادينوما. معايا دكاتره؟ جميل. دوت سنشال سيكشن، هو كمان اكس راي، ادي السنه ترسك وادي البيتيوتري جلاند، كبيره قوي عن الصوره اللي ورناها قبل كده. يقول لك وايدنينج اوف سيلا تيرسيكا، الاشعه زمان ايام ما كنا صغيرين وبتاخدوها بقى في الاشعه سنه مش عارف خمسه ولا رابعه ولا ايه. صح كده يا دكاتره؟ وايدنينج اوف سيلا تيرسيكا. دوت دي ماكرو ادينوما. ماكرو. حلو قوي. المايكرو ادينوما لو انا عملت له الصوره اللي فاتت ديت مش هيطلع لي حاجه. هتبقى صغيره لانها 2 مللي 3 مللي، مش هتعمل كبر في البوتيوتر لدرجه انها تعمل وايدنينج للسيلا تيرسيكا تبلي في الصوره العاديه، ولا حتى للاكس راي ولا بالام ار اي. يبقى انا لازم عشان اعرف ان البرولاكتين يتشخص هايبر برولاكتينيميا او مايكرو برولاكتينوما، تتشخص بايه بقى؟ ام ار اي معين اسمه ايه؟ مكتوبه؟
ها اللي هو كده دايناميك ام ار اي. الحمد لله، شكرا جدا، شكرا جزيلا. خلاص يا جماعه، اللي هي ايه اللي كده معتمد على ايه الفكره بتاعت الدايناميك ام ار اي؟ ان انا بحقن صبغه. الصبغه ديت فكره القصه ان الافينيتي ان المايكرو برولاكتينوما للصبغه انها تاخد الصبغه تتاتين الصبغه وانها بعدش كده تسيبها مختلفه عن النورمال تيشو حواليها. يبقى كل البيوتيريا هتاخد الصبغه بس ايه باوقات مختلفه، الحته اللي فيها المايكرو برولاكتينوما والحته النورمال تيشو بتاع البيوتيريا معايا. وبالتالي انا هعمل ايه؟ انا هبدا ان انا ادي الصبغه واصور كذا صوره في لقطة معينة، هيبان لي ان فيه حتة مختلفة عن باقي التيشو النورمال تيشو. زي هنا، هنا باينة كلها الصبغة مفيش مشاكل، هنا باينة هنا في فرق. يبقى ده دايناميك ام ار اي وتفهموه. ادي الصورة التانية اللي هجيبها لكم، نفس الحكاية، معظم الصور مش مبينة فرق في البيتيوتري. البيتيوتري اللي هي دي مش مبينة فرق في البيتيوتري لحد ما جت في الصوره دي. شايفين؟ ادي التيومر المايكرو برولاكتينوما وادي النورمال تيشو حواليها. حلو. يبقى المايكرو برولاكتينوما يا جماعه اللي هي عرضه اكتر، اللي هي الديفرنس البرولاكتين دي بتتشخص بدايناميك ايه؟ ولسه شايف حاله، والله لسه شايف حاله دكتور عنده مايكرو برولاكتينوما والبرولاكتين عالي قوي، النورمال بتاعه هنا كام؟ لحد 20، هو عنده 170. ماشي يا دكاتره. طيب ايه الاسباب الثانيه بتاعه المايكرو بتاعه الهايبر برولاكتينيميا؟ انهيبيشن اوف ترانسبورت اور سيكريشن اوف برولاكتين انهيبيتنج فاكتور اللي هو الدوبامين، لما ما يتفرز يبقى ما يعملش انهيبيشن البرولاكتين يعني. ديستراكشن برضو للنيورونز او الخلايا اللي بتفرز البرولاكتين انهيبيتنج فاكتور. كرونيك رينال فيلير وهايبوثايرويديزم ممكن اصلا شديد معاهم، ودي احد اسباب ان المريض اللي عنده رينال فيلير ان هو يشتكي بقى ايه؟ ارتال ديسفانكشن. دراجز، اي دراج يلعب في الدوبامين هتلاقيه بيأثر على البرولاكتين. زي الدوبامين انتاجونست، حاجات ضد الدوبامين هتزود البرولاكتين، زي الفينوثايزنز والاميبرامين. انترفيرنس ويز دوبامين سينثيسيس زي الالفا مثال دوبا، انتي هايبرتنسيف. ديبليشن اوف دوبامين ستورز زي الريزربين برضو انتي هايبرتنسيف. خلاص. دايركت انكريز ان برولاكتين سينثيسيس اند سيكريشن، ده حاجه بقى ما لعبش في الدوبامين، ده دايركت الاتش 2 بلوكرز والاستروجين. خلاص. اخر حاجه الكلمه اللي كانت هتقع من السلايد ولحقناها اللي هي الاستريس. ماشي. البرولاكتين يا جماعه لما في واحد يبقى اندر ستريس البرولاكتين بيعلى شويه، لدرجه يقول لك ان هو لو في واحد خايف من ان هو شافت الابره وهو رايح بلاد سامبل هتعلي له البرولاكتين سنه صغيره. فاهم ازاي؟ في السكسوال انتركورس والاورجازم بيعلى البرولاكتين للميل والفيميل. جميل كده. طيب لما انا الاقي واحد جاي لي الابر ليميت بتاعي 20 نانو جرام بير مليليتر، الاقي مثلا 25، ما انبسطش واقوم اروح امن على المكتب جاري قلع البلطو وافضل اجري في الاوضه فرحان قوي 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 وجدت السبب بتاع المشكله كلها، ده عنده البرولاكتين عالي ده لازم ياخد علاج للبرولاكتين. لا، لما تلاقي البرولاكتين عليه حاجه خفيفه كده ارجعوا للستريس. ماشي. مش ده اللي محتاج علاج. اللي محتاج علاج زي ما قلت المايكرو برولاكتينوما اللي عنده 170. ماشي. ولو في واحد عنده متعرض لكل الحاجات ده لينا الفيلير وبياخد الدراجز دي كلها لكن ما لقيش عالي واحد ولا اثنين بنشوفها، واحد عنده البرولاكتين مثلا 25 30 واقول بقى لايه اللي هو ده السبب وابدا امسك فيه. معايا يا دكاتره؟ طيب اشخص ازاي الهايبر برولاكتينيميا؟ ده من المواضيع اللي انا مركز فيها الهايبر برولاكتينيميا المهم. ميجرمنت اوف سيروم ليفل. ماشي. اكس راي وتي سكان هشوف لو كان فيه تيومر كبير. ماجنتيك ريزونانس ام ار اي ودايناميك ام ار اي. فيجوال فيلد اكزامينشن عشان لو ماكرو ادينوما هشوف ان الفيجوال فيلد متاثر بالبريشر الاوبتيك كازما ولا لا. ثايروتروبين ريليزنج هرمون هقول لكم فكرته يا ببساطه يعني، بس في الاخر هقف هنا وقفه صغيره قوي 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 دلوقتي. دي
فوليوم صغير جدا البيتيوتري جلاند دي بيطلع منها هرمونات كتيره قوي. لما يكون في خلل في هرمون ان البرولاكتين عندي مثلا عالي لازم انا اتاكد من النيبرنج سيكريتنج سيلز اللي جنبيه اخبارها ايه، اللي بتطلع الاي سي تي اتش واللي بتطلع التي اس اتش ثايرويد ستيمليتنج هرمون، الاف اس اتش والال اتش اخبارهم ايه، الجروث هرمون، باقي الخمسه هرمون اتاكد منهم لو سمحتوا معايا دكاتره، لان دول حته مساحه قد كده فيها البتاع. خلاص طيب الثايروتروبين ريليزنج هرمون دوت ايه الاستيميليشن تيست ده ايه فكرته؟ هقول لكم الفكره بس ان هو دلوقتي الثايروتروبين ريليزنج فاكتور او هرمون ده لما انا بحقنه انترافينوس مفروض ان هو بيعلي البرولاكتين خلاص بصوره معينه بنسبه معينه. طيب دلوقتي لو في مريض عنده تيومر سيكريت البرولاكتين جامد قوي ماشي، هو شغال يعني اوتولوجس سيكريشن مش محتاج حاجه تنبهه ومش محتاج حاجه تعمله، هلاقي ان هو لو قست قبل وبعد مد الثايروتروبين ريليزنج هرمون مش فارقه كتير. اللي يفرق التاني مع مين؟ الاذر كوزز اوف هايبر برولاكتين، اللي بيعمل من دواء، اللي من الاستريس، اللي من رينال فيلير، الاقي هيعلى شويه بالنسبه المتوقعه. وده هدف التيست ده ايه؟ ان انا افرق الهايبر برولاكتينيميا من تيومر ولا مش من اذر كوز. فكرتها ببساطه عشان لحد قراها ما يتوترش واعصابه تتشد ويبدا ان هو يزعل قوي. نعم تاني ثايروتروبين ريليزنج هرمون ده لما بيتحقن انترافينوس بيزود البرولاكتين بنسبه معينه. في التيومر التيومر مش فارق معاه، مش مستني حاجه تنبهه خلاص، بيفرز على طول مش هلاقي الليفل فرق كتير. لكن لو في اذر كوز اوف هايبر برولاكتينيميا هلاقيها انها فرقت بالصوره اللي متوقعه. خلاص كده يا دكاتره. طيب على فكره يا جماعه طبعا احنا جايين الصبح بدري وانا عارف ان انا كده يعني تقل عليكم، فاللي جايب معاه سندوتش مثلا وجاي عايز يفطر مفيش مشكله يطلعه من الكيسه ويبدا ان هو ياكل السندوتش عادي خالص. انا في اللي عايز يشرب حاجه كده يعني، بس ما حدش ياكل شيبس عشان بيعمل دوشه يعني، هو الشيبس بس المهم ماشي كل حاجه مسموح. حد حس ان هو زهق مننا وعايز مثلا ان هو ايه يعني مثلا نايمان مثلا يعني يقوم يدوس وشه بشويه ميه ويرجع عادي خالص مفيش اي مشكله. في فري خلاص علاج الهايبر برولاكتينيميا يجي على راسهم وقدامهم اللي هو الميديكال تريتمنت البرومو كريستو اللي هو البارلوديل 2.5 مللي ماشي. نفتكر البارلوديل بس اهم حاجه فيه ان هو بيعمل اورثوستاتيك هايبوتنشن ماشي، عشان كده بنبدا بالنايت دوز الاول خلاص ونعليها تدريجي خلاص. بيعمل ممكن هيديك، بيعمل فوميتنج، بيعمل حاجات كده بس اورثوستاتيك هايبوتنشن ده اهم حاجه خلاص. الدوز بتاعته قلنا ولا انتوا عارفينها لا انتوا شكلكم عارفينها بقى انتوا ماشي. طلعت مجموعه بعد البارلوديل اللي هو الاستيرويد اللي هو الدوبرجين اللي هو الدوبرجين ماشي دوت مول توليرابل عن الـ عن الـ عن الـ عن البروموكريبتين والميترجولين والكويناجولين، وينتهي الامر بالكابرجولين. الكابرجولين ده هو ده اظرف حاجه دلوقتي وجرعته ظريفه جدا ماشي، ودوت مور في كل حاجه، مور توليرابل، مور افكتيف، مور سيلكتيف ماشي عن البروموكريبتين اللي هو القديم. انت جيتي للكرسي اللي هو بتاع الناس المميزه اللي احنا مشايلينه للناس العزيزه العزيزه لا مش شايل الناس العزيزه علينا قوي يعني زي حضرتك كده ماشي كده يا دكاتره. الكابرجولين الجرعه بتاعته ازاي؟ الكابرجولين دوت العلبه الاصليه بتاعت الشركه الاصليه فايزر فيها اللي هو الدوستينكس فيها قرصين، بياخد نص قرص مرتين في الاسبوع يعني اثنين وخميس ياخد نص قرص معايا. حلو قوي وافكتيف قوي قوي قوي. هقول كلمه اخيره في الهايبر برولاكتينيميا عشان بعد كده نبقى احنا خلصنا. ايه الكلمه الاخيره اللي عايز اقولها؟ لما واحد يكون عنده برولاكتينوما وعامله افراز البرولاكتين عالي انا هديله الحاجه الميديكال تريتمنت ايمنج حاجتين. الايم الاول ان انا اعمل نورماليزيشن للبرولاكتين ليفل على المدى البعيد مع استخدام الدواء، مش اول ما ينزل اروح موقفه، على المدى البعيد
بيصغر الحجم بتاع البرولاكتينوما كمان. يبقى الهدف بتاع المباشر ان انا اقلل البرولاكتين، الهدف الثاني ان انا ايه؟ ان انا اقلل السايز بتاع التيومر. خلاص كده يا دكاتره؟ طيب في بعض الناس بقى بتعمل تحتاج تلجا ان هي تعمل ترانسسفينويدال تيومر اكسجن، في الغالب بيبقى مش محتاج قوي لان الميديكال تريتمنت بيبقى كويس وافكتيف. ماشي كده يا دكاتره؟ الحاجات اللي في البيديوتال بلان اللي ممكن تعمل فيه اثنين سندرومز ماشي، او اثنين ديزيزز ممكن تحصل. يقول لك ان هو العيان دوت بالذات كده عنده ال اتش ناقص، او الثاني عنده الاف اس اتش ناقص سيلكتيف، مش الاثنين مع بعض ماشي. هو عنده مشكله في الاف اس اتش او ال اتش دول ماشي، هتقروهم عنده. البان هايبوبيتريز، بان هايبوبيتريز يعني زي ايه؟ ده يجي اكتر لو في واحد مثلا بوست ايراديشن، تيومر، تروما، هيموريدج، انفلتريتيف ديزيز زي الساركويدوزيس، خد الجلاند كلها. لما انا الاقي عندي عرض لهرمون في مشكله خلاص زي الاف اس اتش او ال اتش واطيين مثلا، انا اشوف الباقي الايه اللي باقي الهرمونز اللي طالعه من الانتيريور بيتيوتري، لان ده ممكن يكون عنده بان هايبوبيتريز. مو بتحصل، موجوده وبتحصل ماشي يا دكاتره. يبقى ما اقولش ان هو الهرمون بس ده اللي متاثر. الكبسول سمري اللي انا عايز اقوله هي اول كلمه واحده بس، المجموعه اللي احنا قلناها دي اللي هي البيتيوتري والهايبوثالاميك كوزز اللي هي بريتستيكولار كوزز، دي بنسموهم ايه؟ هايبوجونادوتروفيك هايبوجوناديز. يبقى حصل هايبوجوناديز سكندري لان الجونادوتروفين هرمونز قليل. واضح؟ الشارت اللي احنا قلناه الاول. نخش في الديستيكلر كوز تاني مجموعه ماشي كده. تاني مجموعه والله اعتقد احنا ماشيين كويس ان شاء الله، يعني ان شاء الله ربنا يسهل لنا. تاني مجموعه اللي هي الديستيكلر كوز السبب في التيستس. خلاص انوركيا، انوركيا ان طبعا بتنفي يعني، واوركيا يعني تيست، يعني التيست مش موجود. كريبتوركيديز وهنقولها بالتفصيل لينا فيها وقفه جميله. جيرم سيل ابليزيا اللي هو ستريبتو سيل اورلي سندروم، جيرم سيل اريست، كلاين فلتر، اكس اكس ميل سندروم، نونان سندروم، وبعض السبيرم ديس اوردرز. واحده واحده الانوركيا اللي هي ابسنت تيست ممكن تبقى كونجنيتال وممكن تبقى اكوايرد. حلو، هنبدا بالكونجنيتال. طبعا اليونيلاترال ابسنت تيست مور كومن عن البايلاترال، ان يكون الاثنين مش موجودين. خلاص ايه اسباب ان التيست الطفل ده ينزل من غير تيست خالص؟ التيست مش موجوده معايا، مش موجوده. ان هو يكون حصل في انتراوترين لايف، انتراوترين تورشن، التس لفت حوالين الاكس بتاعها، حصل لها فاسكولار دم انسلت بحيث انها اختفت، بحيث ان هي بقى اتروفايد. انتراوترين انفكشن، فاسكولار انومالي، جينيتك ابنورماليتي، تيراتوجينيك فاكتورز، كل دي ممكن فاكتورز تؤدي الى ان الطفل دوت يبقى من غير تستيس يونيلاترال او بايلاترال. الصورة الجميلة ديت اللي فيها كور كتيرة ما شاء الله بالنسبة لكأس العالم، خلاص هنلاقي فيها ان الديفلوبمنت بتاعت الجينيتال سيستم بتاعت الميل هو اربع اقسام، التيست والضغط سيستم والاكسنا جينيتاليا والسكس جلاندز. نفتكر بس السلايد ده عشان انا هتكلم عن الديفلوبمنت كده ان تاتش خفيف دلوقتي عشان خاطر نفهم القصه بتاعت الايه الموضوع، كم موضوع اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هو الانوركيا والكريبتوكريز. الصوره دي انا مش عايز منها غير كلمه واحده، ايه هي؟ الامبريو اثناء الديفلوبمنت بتاعه بيبقى عنده جناد، بيبدا يتكون حاجه اسمها جناد. الجناد ديت هتبقى دايركتد ناحيه التست او ناحيه الاوفر هي نفسها. جميل كده؟ طيب ناخد قاعده، الميل علشان يبقى ميل لازم تكون في بعض الفاكتورز اللي تميزه عن الفيميل اثناء الديفلوبمنت، هي اللي هتخلي كل الجينيتال سيستم يمشي ناحيه الميل. لكن انا لو سبت
الامبريو دوت لوحده كده فهو باسيفلي كده هيمشي ناحيه الفيميل. ماشي يا دكاتره؟ خدنا القاعده هنكررها في كذا موقف في كذا موقف وفي كذا هرمون. يبقى هو باسيفلي هيمشي ناحيه الفيميل غير لو في فاكتورز بالدايركت ناحيه الميل. السلايد دي عشان تقول اول حاجه فيها الواي كروموسوم هو ده اللي بيميز الميل عن الفيميل. عليه ريجون هوريها لكم في سلايد قدام اسمها الاس ار واي ريجون. اس ار واي ده اختصار ايه؟ 6 ديتيرمينينج ريجون اون واي كروموسوم. 6 ديتيرمينينج ريجون اون واي كروموسوم. خلاص الجينيتال ريج في الاول خالص لما بيبقى فيه اول ما يتطور التست تبدا تتكون بيبقى فيه مرحله الباي بوتنت جونات يعني الجونات اللي هي ممكن تروح يمين وشمال اوفري او تيست. في وجود الاس ار واي ريجن هتتحول لتيست. في عدم وجودها تتحول لاوفري. جميل كده؟ طيب يبقى اذا الاس ار واي الاس ار واي ريجن دي مهمه علشان خاطر الديفلوبمنت بتاع التيست. خلاص ده بس للايه بالشيء طبعا هقول صورتين كده على الامبريولوجي وتتوتروا واعصابكم تتشد امبريولوجي مين ده احنا خدناه سنه ثانيه ايام ما كنا صغيرين ده انا مش في الموعش على الكلام دوت ده يعني ماشي معلش ما تزعلوش هقولهم ومش هزعلكم وهتفهموهم لانها سهله يعني. ماشي ده الامبريو ده الكودا الانت ده الكيفاليك انت وده الكودا الانت يعني الراس والرجل كفالك كودا وده هو الترانسفير سيكشن هنشوفه فيه ده الظهر بتاع الامبريو. لو خدنا فيه كروس سيكشن هلاقي ان في الباك يمين وشمال بيحصل حاجه اسمها يورو جينيتال ريدج. يبدا نتوق يطلع من الباك اسمه يورو جينيتال ريدج. يورو وجينيتال يبقى هيكون ايه؟ الكيدني والتست او الكيدني والاوفري. صح كده؟ تطورت الدنيا شويه بدا ينقسم الجزء دوت لحتتين. الجزء الميديال ماشي ده اللي هيكون الجينيتال ريدج تيست واوفري والجزء اللاترال اللي هيكون الكدني نيفروجينيك ريدج. جميل كده يا دكاتره؟ يتطور اكتر يبقى هنا بينهم الاخضر دوت اللي هو التيست او الاوفري والاحمر ده كده. ليه انا بقول كده وتكه صغيره؟ علشان كده التيست هي في الديفلوبمنت بتاعها موجوده جنب الكدني وبعد كده بتنزل. عشان كده المين بلاد سبلاي بتاع التيست جاي من ايه؟ من الارض اسمه ايه؟ تستيكولار ارتري. تستيكولار ارتري دوت جاي منين؟ بالاورطه. ده دوت دايركت برانش من الاورطه من الابر ابدومين الاورطه يعني في الابدومين من فوق عند الكدني ونزل بيه لحد تحت. ماشي يبقى واخد البلاس سبلاي شوف بتاعه منين من ايام ما كان الديفلوبمنت من عند الاورطه فوق عشان الشباب اللي هيذاكروا الاناتومي. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ هو اللي بيحصل بعد كده ان الجينيتال رينج دوت بيبدا يحصل فيه كوردز تتكون خيوط والخيوط دي يحصل فيها كانالايزيشن تبقى سيمينيفرال تيوب وجوه الجزء منها الانترستيشن. خلاص الانترستيشن هيبقى فيه اللايت سيلز. ماشي يا دكاتره؟ كلمه بسيطه عن التيست. ينتهي الامر بهذا الشكل. سيمينيفرس تيوبيولز موجوده بين فايبر السته بتصب في المجمع بتاع السيمينيفرس تيوبيولز هنا اللي هو بيسميه ريتي تيست وتبدا تدي بعد كده الباقي الدكت سيستم. ماشي يا دكاتره؟ شطار ما شاء الله عليك. ليه انا بقول التايمينج هنا؟ عشان هتيجي نقطه صغيره جدا عايز اقولها. ايه هي؟ ان الجينيتال ريدج دوت هيتكون فيه كل الكومبوننت بتاع التيست. في ايه؟ لايدك سيلز ماشي، انترستيشيوم ماشي، سيمينيفرس تيوبيولز ماشي، فيها سيرتولي سيلز ماشي، ما عدا الجيرم سيلز. الجيرم سيلز ما بتتكونش من الجينيتال ريدج. بتتكون منين؟ من حته ثانيه براه. بتتكون من عند اليوكسا
وتعمل مايجريشن. يبقى الجونوسايتس اللي هي بعد كده هتعمل الجيرم سيلز فروم يوكساك مايجريت تو جينيتال ريدج عند الاسبوع السادس تو فورم فيوتشر جيرم سيلز. لكن كل الكومبوننتس على التيست موجوده في التيست في الجينيتال ريدج اللي هو ديفلوبد عادي خالص ما عدا الجيرم سيلز. عشان كده حاجة دلوقتي كلمة تانية هقولها دلوقتي، لما الاقي واحد عنده سبتينو سيل اونلي سندروم اقول لك ايه سببه؟ على طول بقى تقول لي بقى ايه؟ فيلير اوف مايجريشن اوف جونوسايتس فروم او بريموردال جيرم سيلز فروم يوكساك تو جينيتال ريدج. صح كده؟ يبقى اللي موجود سبتينو سيل اتكون في الجينيتال ريدج لكن ما اتكونش التاني. شطار ما شاء الله عليك. عرفنا النقطة ديت؟ واستوعبناها وعرفنا السبتينو سيل اونلي اول سبب فيه نقوله ايه. طيب نقول بقى هنا الدكت سيستم. ربنا لما خالق الدكت سيستم اللي هو الانبوبه اللي هتوصل من التست السبيرم تطلعه بره في الايجاكولت خلاص، وبالنسبه للفيميل الاوفر يطلع الاوفر الاوفم وتمشي في الفالوبيان تيوب عشان تروح لليوترس، ده بيسموه دكت سيستم هنا ودكت سيستم هنا في الميل وفي ميل. ربنا خالق الامبريو باثنين دكت سيستم، مش داك سيستم واحد، اتنين داك سيستم. باسيفلي هيمشي ناحيه الفيميل، لكن لو في فاكتورز معينه هتمشي ناحيه الميل. جميل كده. طيب عنده اتنين داك سيستم، عنده وولفيان داكت اللي هي الحمراء وموليريان داكت اللي هو الايه اللي هي الزرقاء. خلاص ده الجناد اللي هي تيس او لوفر واتنين دكت سيستم. طيب الدكت سيستم علشان بتاع الميل اللي هو الولفيان دكت عشان يكون الجينيتال دكت سيستم بتاع الميل اللي هو هنقول اجزائه دلوقتي لازم يكون فيه موجود تستوستيرون، وده يميز الميل عن الفيميل، في عدم وجوده مش هيبقى ديفلوبت. ماشي. وفي نفس الوقت الميل مش محتاج ايه، مش محتاج الموليريان داكت اللي هي بتكون الفيميل داكت سيستم اللي هي بتكون الفالوبيان تيوب واليوترس والابر ثيرد اوف ذا فاجاين. حلو، مش محتاج الموليريان داكت. يقوم يطلع فاكتور من السيرتوليسيل، وده احد الفانكشن بتاعت السيرتوليسيل اللي هي الموليريان انهيبيتنج هرمون او فاكتور، تعمل انهيبيشن للموليريان داكت. اتلخبطنا؟ زعلنا بجد والله سعدة. طيب يعني لو حد مش فاهم يعترض كده ويقول انا مش فاهم وانا معاه. ماشي كده يا جماعه؟ اتفضل يا دكتور. يبقى دلوقتي احنا عندنا حاجتين، عشان الميل داكت سيستم يبقى ديفلوبد ناحيه الميل لازم يكون موجود تستوستيرون بالولفيان داكت، لكن ولازم في نفس الوقت ان يطلع حاجه انهبت الموليريان فاكتور. لو مش موجودين دول هتلاقي ان الولفيان داكت بتاعت الميل ما تبقاش ديفلوبد، هتروح هتبقى اتروفيت اتروفايد، وهتلاقي ان الموليريان داكت انهبيتنج فاكتور الموليريان انهبيتنج فاكتور مش موجود، هتلاقي ان البني ادم ده بقى عنده فالوبيان تيوب ويوترس. معايا كده يا جماعه؟ طيب يبقى السلايد اللي فيها كور كنا بنقول الديفلوبمنت بتاعت التيست والداكت سيستم هم دول اللي احنا قلناهم. ماشي. كان في تواريخ سادس اسبوع وسادس اسبوع وما اعرفش. دلوقتي يا دكاتره الفانكشن بتاعت الاندوكرين فانكشن بتاع التست بتبدا جوه اسمها هو امبري خلاص عند تايمينج معين. خلاص عند تايمينج معين بيتفرز الاول ايه الفاكتور الاول اللي هو بيطلع في البدايه انا كل خوف خايف جدا ان حد يكون تايه مننا. قلنا تو فاكتورز مولين انهيبيتنج فاكتور وتستوستيرون عشان الدكت سيستم، صح؟ واحده هتريجريس الموليريا وواحده هت ايه هتديفلوب الولفيان. جميل كده. اللي بيشتغل الاول ايه واللي بيتفرز الاول ايه؟
اللي بيتفرز الاول بتاع ال اللهم صل على سيدنا محمد اللي هو ال الموليريا هيشتغل الاول. حلو كده؟ طيب لو حصل ان التست انا كل ده بتكلم في الانوركي عشان ايه؟ عشان اعبر الفينوتايب بتاع العيال ده هيبقى ايه؟ مش كلهم هيبقوا ميلز، مش كلهم هيبقوا ميلز، لان التست في الوقت ده ليها فانكشن. لو هي باظت قبل الفانكشن بتاعها ما يتم يبقى ممكن يلاقي عنده كرايتيريا بتاعت فيميل. انتوا فاهمين التكه ايه؟ ممكن يلاقي عنده كرايتيريا بتاعت فيميل. لو التست راحت بعد وقت معين ما الهرمونات كلها افرزت واشتغلت يبقى نازل فينوتايب ميل. فاهمين عايز اقول ايه؟ طيب لو راحت قبل الاسبوع الثامن هلاقي ان الموليريان داكت موجوده. ليه؟ لان الموليريان انهبيتنج فاكتور ما طلعش، وهلاقي ان الولفيان داكت ما حصلهاش ديفلوبمنت. ليه؟ يعني ما فيش تستوستيرون. يبقى قبل الاسبوع الثامن ما فيش لا موليريان الموليريان داكت موجوده والولفان داكت ما حصلش ديفلوبمنت. معنى كده ايه؟ معنى كده ان التست ما اشتغلتش، صح؟ التست يبقى راحت التست قبل ما تشتغل. طيب لو بين الاسبوع الثامن والعاشر بدات السيرتوليسيل تطلع الموليريان انهبيتنج فاكتور، خلاص كده هلاقي ان الموليريان داكت راحت حسب فيها ريجريشن، لكن لسه التستوستيرون ما افرز فمش هلاقي فيه ديفلوبمنت في الولفيان داكت. ليه؟ لان التست السيرتولي سيل بتطلع الموليريان انهبيتنج فاكتور قبل ما اللايدك سيلز تطلع التستوستيرون بوقت قصير قوي اسبوعين معايا، وبالتالي هلاقي فيه حصل ريجريشن في الموليريان داكت لكن الولفيان داكت ما اتطورتش ما فيش تستوستيرون. خلاص؟ لو بعد كده لا هلاقي كده حصل ريجريشن للموليريان داكت وحصل ديفلوبمنت للميل داكت سيستم الولفيان داكت لان في تستوستيرون، يعني عند الاسبوع بعد الاسبوع العاشر 11 12 بعد كده على طول. خلاص؟ طيب الفينوتايب بقى بتاع الشخص اللي نازل دوت ايه؟ هنا مفيش تستوستيرون طلع فما حصلش ديفلوبمنت للولفيان داكت وما حصلش وحصل بقت السنه الجينيتاليا باسيفلي ماشيه ناحيه الفيميل لان مفيش تستوستيرون. معايا؟ والله العظيم اسال اول كنت تايهين اسال اول ماشي. هنا نفس الحكايه مفيش تستوستيرون ما في ميل اكسينوجين تاني، هنا في تستوستيرون حصل ديفلوبمنت للولفيان داكت بقى ميل اكسينوجين. كل ده عشان التايمنج بتاع الانوركيا. اعتقد الحاجات ديت بالنسبه لكم تكات انتوا كنتوا مش مذاكرينها بعيده شويه مش كده؟ اتفضلي يا دكتور. طيب معلش هو النورمال تستوستيرون بيطلع بيطلع من عند الاسبوع بين الثامن والعاشر. طيب مش معنى كده ان لو حصل الكلام ده في الاسبوع الثامن ده طبيعي؟ طبيعي ازاي؟ يعني حضرتك قلت التستوستيرون بيطلع من الاسبوع الثامن، لا انا بتكلم عموما نورمال. بيطلع بين الاسبوع الثامن والعاشر، فمعنى كده قبل الاسبوع الثامن لسه الديفلوبمنت بتاع التست وبتاع الدك سيستم مش محتاجه. لسه هو مستنيه، يعني هو جاهز التو تيوبس التو داكت سيستم بس لسه ما احتاجش الوقت اللي هو ده يكون موجود بقى يجي التستوستيرون عشان يشتغل. انت فاهماني قصدي؟ معنى كده مثلا يعني هي تستوستيرون مثلا بعد كده او ما نعم؟ كنا بنسمع سؤال الدكتوره دكاتره؟ يعني ده الاسبوع اللي فات ده طويل. اه. هي فكره بقى المشاكل كلها بتظهر من 8 ل 10 المشاكل بتبدا يا جماعه التست لو حصل لها اختفت باي لاترال. لو التس مش موجوده باي لاترال انوركيا ماشي. لو حصل ان التس مش موجوده في الناحيتين يبقى الفاكتورز اللي بتطلعها راحت اللي هي المولير انهبيتنج فاكتور والتستوستيرون. حسب الوقت المولير انهبيتنج فاكتور بيتفرز قبل التستوستيرون بشويه بالاسبوع ولا اثنين حسب الوقت. هو ده اللي عاملينه كده، هو ده اللي مقسمين التقسيمه دي بس حسب الوقت. انتوا معانا مش معانا؟ كل عشان الانوركيا. لما بنتكلم عن الانوركيا يا جماعه الكونجنتال انوركيا اللي احنا لسه فيها
معلش انا بركز على الموضوع ما حدش يزعل النبي يا جماعه. طبعا هلاقي الاف اس اتش والال اتش عاليين. ليه الاف اس اتش والال اتش عاليين في كل في الانوركي وفي كل هذه المجموعه من الامراض الخاصه بالتستيكولار فانكشن اللي هي المشكله؟ الاستيميليشن موجود من فوق والتست ما بتستجبش. يوم الاستيميليشن يزيد والتست ما بتستجبش فما بتطلعش نيجاتيف فيدباك انهيبيشن. يوم الاستيميليشن يزيد يبقى عشان كده في الاخر خالص هقول لكم في الكبسول سمري ان المجموعه دي كلها اسمها بقى ايه؟ هايبر جونادوتروفيك هايبوجوناديزم. اف اس اتش وال اتش عاليين والفانكشن بتاعت التست قليله لان المشكله في التست نفسها. قلنا هنا اهوت ابسنت لو انا قست المولير انهبتنج فاكتور مش هلاقيه لان التست راحت ماشي. هنا نقطة مهمة بقى. نيجاتيف هيومن كوريونيك جونادوتروفين ريليزنج نيجاتيف هيومن كوريونيك جونادوتروفين تيست. عندنا الهيومن كوريونيك جونادوتروفين ده لما بديه انجكشن ينبه لي افراز التستوستيرون. خلاص؟ لو انا مش لاقي التيست خلاص؟ وقست التستوستيرون لقيته واطي قوي. رحت مدي الهيومن كوريونيك جونادوتروفين. لو التيست مش موجودة مش هيحصل فرق. ده بقى عشان افرقه عن ايه؟ الاندر سيند تيست اللي هي الخطوه الجايه اللي النقطه الثانيه اللي هنحاول معايا يا جماعه. يبقى ده اسمه هيومن كوريونيك جونادوتروفين ستيميليشن تيست او تيست. خلاص سي تي سكان وام ار اي عشان ادور على التيست هل هي موجوده ولا ابسنت فعلا في الابدومين والبلفس. سيرجيكال اكسبلوريشن لو انا شكيت في حته دي لين في نود ولا ديس ادور على التيست ماشي. التريتمنت لو انا استقريت ان الشخص ده ما عندوش تستيس خلاص انتهينا يبقى ما قداميش. هو مش هيبقى فيرتايل طول عمره يعني مش هي مش هيجيب من سبيرم. لكن عشان بس الاريكشن والسكس سكندري سكس كاركترز وعشان وعشان هدي له ريبليسمنت بالتستوستيرون ده اللي اقدر اعوضه له. اه يتقاس في السيره. يونيلاترال هتلخبطني. يونيلاترال ماشي. يونيلاترال هتلخبطني ليه؟ لان الديفلوبمنت هتبقى طبيعيه لان على الاقل في مولير انهبيتنج فاكتور وفي تستوستيرون طالع من ناحيه والناحيه الثانيه مش موجوده. خلاص كده فمش هلاقي لا مشكله في الفينوتايب ولا في الديفلوبمنت بتاع الدكت سيستم ولا حاجه. لا مشكله خالص هو ده يطلع ميل عادي خالص بس عنده في السكروتم تست موجوده وتست مش موجوده. ماشي يا دكتوره. ولو قست المولير انهبيتنج فاكتور مش هيفرق. خلاص طيب الاكوارد انوركيا يعني واحد يروح تس بس حاجه اكوارد هو كان نازل بيهم بس اتاخدوا منه تروما للتست تيومر وعملنا الاكسجن سيفير انفلاميشن وحصل فايبروزس تست ستورشن لفت حوالين الاكس بتاعها وبقت ادروفايد وجنجرين وشلناها. سيرجيكال اكسجن زي ما بيشيلوا في حالات بعض البروستات كانسر يشيلوا التستيس عشان هي ديبندنس على التستوستيرون. ماشي يا دكاتره. يبقى اول نقطه قلناها الانوركيا وعرفنا التايمنج وعرفنا كلمتين عن الديفلوبمنت وكنا سعداء جدا وشطار جدا ومبسوطين مش كده ولا ايه؟ طيب تاني نقطه اللي هي الكريبتو الكديز. كلمه كريبت ايوه نعم سؤال جميل جدا. هتعتمد لو هي بدري قوي لو هي بدري قوي وما حصلش ديفلوبمنت مثلا ما حصلش تستوستيرون سكريشن وما حصلش ديفلوبمنت للجينيتاليا فهتبقى طلعت ناحيه الفيميل وهيبدا ان هم ييجوا بقى يشتكوا بامبيجيا جينيتاليا. ده موضوع تاني ان هو الجينيتاليا ملخبطاهم دي ميل ولا فيميل. الكليتورس موجود بس كبير. السكروتم موجود بس ما هوش مقفول ده بيفت تلخبط الدنيا. لو هو حصل بعد الاسبوع العاشر او بعد كده وكل حاجه ديفلوبد كويس قوي هيلاحظوا ان هي الام وهي بعد كده بتيجي تحمل الطفل ان مفيش تستيس في السكروتم بس هو ولد. ماشي كده. طيب كلمه كريبت يعني هيدن يعني مختفي. نايم
نبقى على صوتك بعد اذنك. قبل الاسبوع الثاني. ايوه. هتطلع مين؟ اه. لا 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 يا جماعه يا جماعه ثانيه واحده. ده كله ملوش دعوه بالايه؟ ملوش دعوه بالكروموزومز اكس وواي ولا اكس اكس. ثانيه واحده. الطفل متحدد اكس وواي ولا اكس اكس من ساعه ما هو حصل الموريولا وفي الاول خالص. ماشي؟ بس انا بقول ايه؟ بس بقول الديفلوبمنت بتاع الجينات دوت بيبقى قابل انه يتكون الناحيتين لحد ما الجينيتك فاكتور اس ار واي ريجون ده يتدخل يوجهه ناحيه المين. انت فاهماني؟ هيبقى مين والكاريو تايبنج بتاعه اكس واي. بس هو هيطلع بقى عنده امبيجيا جينيتاليا وهيطلع عنده بيرزيستنت موليريان داكت. يعني هيبقى ما هو ده بقى هنخش في موضوع الايه؟ اللي هو كانوا بيسموه زمان الانترسكس. الانترسكس اللي هو بيتسمى دلوقتي ديس اوردر اوف سكس ديفلوبمنت. الاسم الجديد بتاعه ديس اوردر اوف سكس ديفلوبمنت. ده قصه ثانيه. معلش افهموا القصه دي على قد كده لان الانترسكس والموضوع ده كبير قوي. يعني مش كبير يعني عايز هنخش في بدهات. فمعلش خدي منه حد الانفيرتيلتي كده دلوقتي بعد اذنك يعني عشان نقعد قاعده مع بعض كده قاعده عرب ونخلص مع بعض الموضوع ده بعد كده ان شاء الله. خلاص؟ طيب يبقى الكريبت يعني هيدن. طيب حد يقول لي يعني ايه كريبتو زوسبيرميا؟ بنساله فيها في الامتحان. كريبتو زوسبيرميا اتفضلي يا دكتوره. والنبي علي صوتك. حلو يبقى مش حبان في الفريش سمير. مش العادي خليها دقيقه شويه. مش هتبان في الفريش سمير السبيرم مش هيبان غير لما نعمل سنترفيجيشن. يبقى ده بيسميه كان هو موجود بس مختفي. يبقى ده بيسموه كريبتوزوسبيرم. بتسالوا فيها في الامتحان. خلاص يا دكاتره؟ طيب يبقى ديت كريبتوزوسبيرم. الدفرنشال دايجنوز بتاعها ثلاث حاجات. اما ان التست تبقى مش ما نزلتش من الابدومين. شفناها كانت موجوده فوق خالص جنب الكدني. يا اما ما نزلتش من الابدومين. لا اما هي ريتراكتايل موجوده نزلت بس عاليه فوق في السكروتم. لا اما اكتوبيك موجوده في اماكن اخرى. جميل كده؟ طيب ايه الفرق بين الاندسند تيست والاكتوبيك تيست؟ الاندسند تيست هي التيست موجوده في مكان ما along its normal way of passage او descent. الاكتوبيك لا هي موجوده في اماكن هي المفروض ما تكونش موجوده فيها. مختلف عن الوي اوف ديسنت. كلمتين سريعه. عند الاسبوع الثالث عند الشهر الثالث بتبقى التست موجوده في اللو ابدومين. اهي شايفينها هنا. خلاص؟ عند الاسبوع الرابع بتبقى في البلفس. عند الاسبوع الثامن بتبقى في الانجونال كانال. في الفول تيرم بايه؟ بتبقى نازله في السكروتر. في نهايه الاسبوع السابع بتبقى موجوده في الـ عند المستوى الانترنال لينك بتاع الانجولار كانال. في الفول تيرم بتبقى في السكروتر. طبعا اليونيلاترال مور كومن عن البايلاترال اندر سند تيست. خلاص كده يا جماعه؟ اي وقوف للتيست ديسنت في الويب بتاعها سواء في الابدوم او في البلفس او في الانجولار كانال كل ده اسمه اندر سند. اول ما تخرج من الاكسترنال انجولار رينج ما بقتش اندرستاندنج. خلاص الكنترول اوف ديسنت كذا فاكتور منهم هرمونال فاكتور المولينر انهبيتنج فاكتور اللي احنا لسه قايلينه ليه دور في الديسنت الابدومينال ديسنت. خلاص الداي هيدرو تستوستيرون دوت ليه دور ده اندروجين ده ليه دور بس في الايه في الـ في الـ في الـ في الـ من عند الانترنال رينج لحد بره. خلاص ميكانيكال فاكتور الجوبرناكولم ده عباره عن فايبرس ستراند او ليجمنت موجود من اللور بول بتاع التست وموجود في الانجولال كانال بيشد التست يوجهها لتحت. يعني فايبرس ستراند من هنا لهنا وعمال يشد من تحت كده.
عشان ينزل التست. يبقى موجود في اللور بول اوف ذا تيست لحد فين؟ لحد الانجولار كانال وبيشدها كده. خلاص كده؟ طيب البريشر اثناء ما الطفل بيتطور الانترا ابدومينال بريشر بيزيد لان بيحصل الاورجنز بتكبر، الليفر بيكبر والكيدني بتكبر وكل الاورجنز اللي بالابدوم والانتستين ده بيزود البريشر جوه الابدوم، فده بيدفع التست انها تنزل تحت. نيورولوجيكال الكالسيتونين جين ريليزنج بيبتايد، افتكر ده الاسم بتاع جابوا لكم دلوقتي ريليتد بيبتايد صح ريليتد كالسيتونين جين ريليتد بيبتايد دوت فاكتور بيبقى من النيرف من النيرف تيرمينالز بتاع الانجل الاليو انجلال نيرف خلاص او الاليو انجلال نيرف علشان خاطر ده بيعمل موديوليشن للفانكشن بتاعت الجوبرناكيو ان هو يشتغل ويشد التست. خلاص كده يا جماعه عند سند التست موجوده في الاي من الكنال واضحه في الاي من الكنال. خلاص طيب السبب في معظم الحالات دي بقى جيوباتيك يعني من غير سبب يعني ما بلاقيش سبب في ان هو ايه في فرق يا جماعه ان انا اقول without a cause او with an unknown cause مفيش حاجه من غير سبب بس with an unknown cause انتوا لقطينها ولا مش جايه معاكم معايا هو مفيش حاجه من غير سبب بس انا مش عارف اسرش اشخص ازاي ان انا اعمل سي تي سكان وام ار اي على الابدومين والبلفز ادور على تيس موجوده ولا مش موجوده اعمل كاريوتايبنج عشان نبقى جزء من حل المشكله اللي كانت الدكتوره بتتكلم عليه اللي هو الطفل دوت عنده ديس اوردر اوف سيكس ديفلوبمنت ولا لا او عنده ايه. خلاص هنا هلاقي البوزيتيف هيومن كوريونيك كونادروفين تيست لما قيس تستوستيرون قبل وبعد ما ادي هيومن كوريونيك كونادروفين هلاقيه عالي. ليه؟ لان في تيست في الابسنت تيست مش هلاقيه عالي. فاكر يا دكتور اللي قلناها مع الايه مع الـ مع الـ مع الانوركي سيرجيكال اكسبلوريشن وايه وفيكسيشن لو انا لقيتها التيست ايه الكومبليكيشن ان انا تبقى التيست مش موجوده في مكانها. الكومبليكيشنز اول حاجه انفيرتيلتي جوه السيمينيفراس تيوبولز في نوعين من الخلايا اللي هم سيرتولي وجيرم سيلز. السيرتولي سيلز اقوى مور ريزيستنت للتروما ومور ريزيستنت للانسلت ومور ريزيستنت للهيت ماشي. الجيرم سيلز لا لو حصل ان التيست موجوده في البطن مش موجوده في السكروتم ودرجه حراره السكروتم اقل من البطن من 2 ل 3 درجات الجيرم سيلز هتبوظ. الجيرم سيلز هتبوظ يبقى عيب هيشتكي من انفيرتيلتي. طيب احنا قلنا السيرتولي ريزيستنت والجيرم سيلز لا. طب اللايدك سيلز مع الحراره لو هي موجوده في الابدومن مثلا تبوظ ولا ما تبوظ؟ ما تبوظ يعني هتلاقي الهرمون طبيعي التستوستيرون طبيعي لكن اللي هتتاثر هي الجيرم سيلز. اول حاجه انفيرتيلتي. ثاني حاجه مالجنسي بتبقى الاسس اوف مالجنسي او مليجا ترانسفورميشن في الاندر سيل تيست اعلى من التيست العاديه ويحصل تورشر حاجه مش موجوده في مكانها الطبيعي ممكن مع اي حاجه تلف حوالين الاكس بتاعها ويحصل فيها خنقه من البلاد فيسلز او البلاد سبلاي. خلاص العلاج بعالج بدري اول ما الاحظ الحكايه دي في محاوله ان انا اديله ميديكال نفع ما نفعش ايه المحاوله ان انا بديله جيل ار اتش ايريسول او انجكشن ان جيل ار اتش كانه بتاع الهايبو ثالامس يعمل استيميليشن للترانزنج هرمون عشان يساعد على الايه على التسد بتاع التست او ان انا ادي ال اتش نفسه اللي هو الهيومن كوريونيك جونادوتروفين ماشي ده الدوز بتاعته من سن 0 لسن 2 اديله 250 انترناشونال يونت توايس بير ويك فور 5 ويكس من 2 ل 5 500 من 5 ل 10000 نفع اهلا وسهلا ما نفعش يبقى انا بقى هفتح وانزلها هفتح واعمل ايه ادور عليها وكده واعملها فيكسيشن. خلاص اتفضل الدور تستحمل الميديكال ايفنت قد ايه تايم
عشان ما تبص بعد ما تاخذ نعم طيب احنا بليد اهو ال اتش من دي 10 سنين بنزينا هفوق قد ايه هحاول احضرتك انت اول ما هتكتشفها هتعالج از ال از كده العلاج مدته 5 اسابيع بتدي الانجكشن توايس ا ويك يعني 10 انجكشنز في 5 اسابيع نفع نفع ما نفعش ايه بس ايش لا لا في ناس حتى بتلاقي كده سيرج بتروح لها سيرج على طول اول ما تلاقي تقول لك لا علاج لا مفروض تنزل از ايرلي از يو كان از ايرلي از يو كان عشان تحافظ على الجيرم سيلز از ايرلي از يو كان الامهات على الامهات على فكره الواعيه او الام العاديه يعني اللي هي البني ادم يعني واخدين بالنا اللي هي بتنتبه لفصيله الانسان ماشي مش فصيله الجوف معويات فاكرين الجوف معويات الاحياء زمان والحيوانات المضطره ماشي دي فصائل الحيوان ماشي يا جماعه الام العاديه وهي بتحمل الطفل هتعرف اي ام هتعرف ولا ايه رايكم يا جماعه في حاله من اول من بعد التين انجكشن التست نزلت كانت معايا وفي حاله فضلنا الدفاع علاجه ما نفعش يعني الميديكال تريتمنت موصوف يا دكتور مش بتاع طيب الريتراكتايل تيست الريتراكتايل تيست يعني ايه يعني التست موجوده في الابر سكروتم موجوده عند بس خرجت من الاكسترنال انجولار رينج يعني عند الليفل بتاع الاكسترنال انجولار رينج جميل كده طيب اسبابها السترونج كريماستريك ريفلكس يعني ايه او السترونج كريماستريك ماسل الكريماستريك ماسل دي بتشد التستس لفوق فممكن تبقى الماسل دي قويه شويه بتشدها لفوق شويه خلاص علاج مش محتاج علاج اطمن الاهالي واقول لهم انهم كويسين عايزين قلقانين وعايزين يطمنوا اكتر يعملوا سونار ويتاكدوا ان هم بره الاكسترنال رينج ويبقى كده احنا كده في السهل خلاص طيب الاكتوبيك تيست هي تيست موجوده في غير مكانها بره الباث واي بتاع الديسنت براها موجوده فين في البرينيوم في البينال شافت في السوبر كيوبيك اريا في الانتيرو ميديال اسبكت اوف ذا ثاي موجوده انتهت عن مكانها خالص ماشي ايه مشكلتها مشكلتها ان هي تبقى مور لايبل للتروما معايا مور لايبل للتروما حلها ان انا اعمل لها فيكسيشن في المكان الطبيعي بتاعها خلاص طيب يبقى احنا كده قلنا من الموضوع بتاع التستيكولار كوز اوف ميل انفيرتيليتي قلنا اتنين الانوركيا وده دخلنا في الديفلوبمنت اللي احنا خدناها على صدرنا واتاثرنا كده وحسيت ان احنا زعلنا شويه بس يعني حاولنا نكتم شعورنا ده ماشي والتاني اللي هي الايه اللي هي كريبتوركيديزم اللي هو بيعني ثلاث حاجات اندسندد ريتراكتايل واكتوبيك خلاص المجموعه الثالثه اللي هي جيرم سيل ابليزيا اللي هو السيرتوسيل اونلي سيندروم ابليزيا يعني ما تكونتش مفيش جيرم سيلز خالص خلاص كده اسباب الجيرم سيل ابليزيا اللي هو كونجنتال او اكوايرد ايه الكونجنتال الكونجنتال يكون الطفل نازل كده الاكوايرد يكون هو كان نازل طبيعي بس حصل مشكله في التست ماشي ادت الى ان هو ايه الى ان هو يتحول لان هو سيرتوسيل اول حاجه اللي بقى الدكتور كان قالهالنا وقالها معانا كده failure of migration of gonocytes from zygote sac to the genital ridge failure of migration الثانيه هي هي بس غيرت فيها كلمه بدل failure of migration failure of survival of germ cells after migration from the zygote sac to the genital ridge يعني انها راحت هناك بس ما عاشتش راحت ثالث حاجه ودي نقطة مهمة جدا لازم تعرفوها واعتقد ان انا هركز عليها لان انتوا برضو هتبقى ناقصة عندكم شوية المايكرو ديليشن اوف واي كروموسوم مايكرو ديليشن اوف واي كروموسوم طيب النبي يا دكتورة بعد اذن ساعات ممكن تقفل الباب ده انا حاسس ان انا قلقان يعني حاسس الباب ده بنطلع نور كده زي برنامج طاقة نور مش يقول لك اسمه طاقة نور حاسس ان انا حاجة منورة كده في الوسط كده قلقان شكرا يا دكتورة مهم برضو نحافظ على نفسية بعض يعني القلقان نحاول نريح ماشي طيب مايكرو ديليشن اوف واي كروموسوم هنقولها دلوقتي طيب اكوايرد كوزز
الاندر سيجل تيستس لو اتثابت فوق والجيرم سيلز راحت هيبقى سيبتوله سيل اونلي. خلاص؟ لو في واحد اتعرض لانفكشن سيفير انفكشن في التيستس السيبتوله سيلز ريزيستنت الجيرم سيلز لا. الجيرم سيلز راحت السيبتوله سيلز بقيت بقى سيبتوله سيل اونلي. بوست ايراديشن والكيموثيرابي او سيتوكسيك دراجز. بصوا يا دكاتره بنشوف حالات واحد كان عنده لمفوما وهو عنده مثلا 10 سنين 11 سنه لوكيميا في السن دوت خلاص وتعالج بكيموثيرابي وما اعرفش ايه وربنا شفاه وخف جه بقى يتجوز لقى نفسه التروس الاونلي سندروم ولقى ان هو نفسه ما عندوش ان هو ازوسبرم. ناخد بالنا الشخص دوت لو كان بدا يكون سبيرم وطبعا المراكز المفروض الناس فاهمه الكلام ده خصوصا بتوع الانكولوجي ان هو يعمل له سبيرم كرايو بريزرفيشن قبل ما يبدا العلاج عشان يستخدمه بعد كده في الاكسي. تنبهوا للنقطه دي لو سمحتوا. خلاص كده يبقى دي الكونجنتال والاكوايرد. طيب صوره للسيبتورس الاون سندروم اتفضل يا دكتور. صبرك عليا واحده واحده. لا بصوا انا فيها صفه يعني الحمد لله يعني مش بشغل بس هي دي حقيقه يعني ان انا دقيق ومنظم واخد بالك فان شاء الله مش هتلاقي حاجه ماشي كده يعني مفيش حاجه هتسحى عليا ان شاء الله دي صوره بس عشان تبقوا عارفين السيبتوليس اونلي سندروم. في نيوكلياي هنا كلهم شكل بعض او قريبين من بعض وفيهم بروميننت ايه؟ شايفين النقطه اللي جوه دي؟ بروميننت ايه؟ نيوكليولس. ده صفه السيرتولس النيوكليوس. نيوكليوس ويز ا بروميننت نيوكليولس. ومفيش جيرم سيلز، جيرم سيلز ليها اشكال ثانيه هنسيبنا منها دلوقتي. شايفين؟ شايفين يا جماعه؟ اوعى يكون حد مش شايف. اهي 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 يبقى نيوكلياي اللي هي بتبقى نوصفها نقول الريجولار نيوكليوس وذ برومننت نيوكليوس. ومحدش في الهيستوباثولوجي اوعوا حد في الهيستوباثولوجي يقول السيل دي الكاركترستكس بتاعتها كذا. في الهيستولوجي احنا ما بنشوفش سيلز ما بنشوفش سيتوبلازم احنا بنعرف الخليه من النيوكليوس. يقول النيوكليوس انا شايفها فيها كذا اوعى حد يقول الخليه عشان نبقى فاهمين يعني شطار في الجلد يعني. الواي كروموزوم وسؤال الدكتوره ماشي الواي كروموزوم دوت عباره عن ايه؟ عباره عن اثنين ارمز واحد طويل واحد قصير واحد طويل شورت ارم ولونج ارم بينهم سنتريول. حلو كده؟ الواي كروموزوم ده اللي بيميز الميل عن الفيميل. فانا اتوقع اي حاجه تبقى بتميز الميل عن الفيميل لازم موجوده هنا. ما الفيميل ما عندها كل الكروموزومز ما عدا ده صح ولا غلط؟ فاكرين الاريا اللي قلت لكم عليها الاس ار واي ريجون او جين اللي هي 6 ديتيرمينج ريجون واي كروموزوم دي موجوده على الشورت ارم اوف واي كروموزوم صح؟ طيب برافو عليكم. في ثلاثه ارياز ثانيه موجودين على اللونج ارم اسمهم ازوسبيرميا فاكتورز ازوسبيرميا 1 اي وبي وسي. ازوسبيرميا فاكتورز موجودين على اللونج ارم اوف واي كروموزوم. الازوسبيرميا فاكتورز دول لو كلهم او جزء من او واحده منهم راحت مش موجوده ديليتد ماشي وعشان هو ديليشن حته صغيره مش كبيره بيسموها مايكرو ديليشن يعني حته اتدلتت من الواي كروموزوم دي بتعمل ده اللي بنسميه المايكرو ديليشن اوف واي كروموزوم. لا شكرا جزيلا. انتوا عايزين مننا حاجه؟ طيب شكرا. حد عايز حاجه من الناس اللي بره؟ اللي عايز مثلا ايه كوبايه شاي اللي عايز احنا ممكن نتدلل عليهم يعني. ماشي يا دكاتره؟ الحته دي تاني الواي كروموزوم متكون من تو ارمز بينهم سنتريول شورت ارم ولونج ارم. الشورت ارم عليه نقطه مهمه جدا اللي هو الاس ار واي ريجون 6 ديتيرمينج ريجون اوف واي كروموزوم دي اللي هي بتخلي الباي بوتنت جوناد الجوناد اللي هي ممكن تبقى تيس او اوفري تمشي ناحيه التيس. اللونج ارم عليه ثلاثة ارياز ازوسبيرميك
فاكتور 1 A و B و C. لو حصل ان الازوسبرم فاكتور A او B او C او كلهم حصل فيهم مايكرو ديليشن اتشالوا او اتقطعوا من الواي كروموزوم, هو ده اللي بيسموه مايكرو ديليشن اوف واي كروموزوم. خلاص كده. يفرق ايه الثلاث مناطق عن بعض؟ يفرق ايه الثلاث مناطق؟ اسوأ واحد فيهم الاي لو موجود مش هيبقى موجود في السيرتوليسيل في السيمينيفراس تيوبيولز غير الجرم غير السيرتوليسيلز بس, وده سيرتوليسيل اونلي سيندروم, وده يبقى العيان دوت ايه؟ ازوسبرم. انتوا شايفين في السلايد البي وسط السي احسنهم, احسنهم اللي هو ايه؟ ان الجرم سيلز موجوده بس قليله. حلو كده. يبقى العيان ده ممكن يبقى بريزنتد باوليجوزوسبرمي سيفير اوليجوزوسبرمي اقل من 1 مليون في الملي معايا. البي بينهم الجيرم سيلز موجوده مع السيرتولي سيلز بس مش مكمله لحد السبيرم اللي بنسميه الارست, اللي هو تاني نقطه هنتكلم عليها دلوقتي. بنسميه ايه؟ الارست. وقفت عند مرحله معينه في التطور, وبالتالي السيمن انالس بيطلع عليه ايه؟ قول يا دكاتره السيمن انالس ايه؟ ازوسبرم بارت, لانه عنده جيرم سيلز بس مش مكونه للسبيرم فهو ازو. يبقى اذا الازوسبرم فاكتور ايه؟ سيرتوليسيل اونلي سيندروم ازوسبرميا. بي ميكس سيرتوليسيل ميكس, يعني في تيوبيولز فيها سيرتوليسيل وتيوبيولز فيها معاها بعض الجيرم سيلز بس حصل فيها ارست, بالتالي هو ازو. صح. الاخير ازوسبرميا فاكتور سي ميكس سيرتوليسيل لكن بعض السيمينيفرا تيوبيولز مكمله لحد الايه؟ الجيرم سيلز مكمله لحد سبيرم, فهنلاقي سيفير اوليجوسبرم. ماشي. ده لما تعرفوا الكلام ده يا جماعه في الامتحان يفرحوا بيكوا قوي ويقولوا عليكم شطار جدا بجد والله. في ناس بس ما بتعرفوش. ها بتكلم جد عشان كده مركز عليه. طيب تجرب سيل ابليزيا السيتوسيل اونلي سيندروم ايه الحل بتاعه؟ انا ما قداميش حل غير ان انا افتح التست واحاول ادور على سبير. لقيت لقيت ما لقيتش. لو اللي هو بيسموها تي سي تستيكولار سبيرما اكستراكشن. ماشي. لو لقيته هعمله كراب بريزنتيشن واستخدمه في الاكسي انتر سيتوبلازميك انجكشن. طيب انوركيا كريبتوركيديز سيرتوليسيل اونلي سيندروم الريست جيرم سيل الريست. الجيرم سيلز تمشي في المرحله وتقف. اسبابها جينيتك زي ما لسه قايلين المايكرو ديليشن اللي هو البي. ماشي. مايكرو ديليشن او اكواير بوست انفكشن بوست انفاجيشن عمل انسلت او عمل تروما على التست باظت بس مش قوي. لو قوي بقى سيرتوليسيل اونلي سندروم, لو مش قوي بقى في بعض الجيرم سيلز بس الريس وقفت عند مرحله الايراديشن والسيتوكس دراجز والبوست انفكشن المجموعه اللي قلناها لسه يا جماعه. صح كده. شطار ما شاء الله عليك. الليفل اوف ارست احنا عندنا ان في ليفلز بتاع تطور من سبرماتوجونيوم سبرماتوسايت اللي هي برايمري سبرماتوسايت وبعد كده الراوند سبرماتيد وبعد كده سبرم. يبقى تقف في اي حته من المرحله دي. السبرماتوجونيا برايمري سبرماتوسايت سكند سبرماتوسايت راوند سبرماتيد. تقف في اي حته وما تكملش. انتوا متعودين على تست هيستولوجي ولا مش مطالب منكم حد منكم في الامتحان بتاع القسم اللي هو مسجل فيه بيوري سلايد هيستولوجي هي تيست ويشوفها ويشخصها؟ ده فين ده؟ انت تبع ايه يا دكتوره؟ عين شمس. احلى كليه. انا خريج عين شمس. طيب بتشوفوا سلايدز الدكاتره؟ طيب يبقى انا هقول لكم كام سلايد كده عشان تبقوا عارفينها بس طالما ان في حد بيشوف. انا كنت هعديهم ده النورمال هيستولوجي بتاع تيست. ده النورمال هيستولوجي بتاع التست. خلاص. بلاقي فيه الصفه اللي فيه ادي سيمينيفرا تيوبيولز وادي انترستيشن معايا. بلاقي فيه سبيرم. السبيرم ده صفته انه بيبقى عامل زي الووتر دروب او بايريفورم عامل زي الكمتريه او عامل زي الووتر دروب نقط الميه اللي هو ده. شايفينه؟ ده 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 المجموعة دي كلها اللي ما هياش نيوكليس بتاعت خلية مدورة. ده بقى صغير قوي وبايريفورم او عامل زي الووتر دروب. ده السبيرم. السبيرم في التست ما بنشوفلوش تيل, احنا بنشوف بس الهيد معايا. ما حدش يقول التيل.
مش ولا اقول شايف التيل هو التيل بيلعب يلا ما شاء الله ده جميل قوي ونبدا بقى للخيال خيالنا واسع نعم نعم هنعمل هيد الهيد بعد السبيرت من الهيد لاست فور عرفتها بيه اللي هو باي فور مش مدوره زي باقي الخلايا كلها راوند نيوكليار ما لسه هقول باقي انواع الخلايا بس انا جبتها لكم بالتدريج عشان ما تتخضوش ماشي يبقى ايه بقى صفه السبيرم اهو ان هو بيبقى ايه بيبقى عامل زي الووتر دروب يعني ما هوش راوند يبقى باي فور وبيبقى ايه دارك ستيل بال خلاص طيب الخليه اللي هي اللي قلنا سبرماتوجونيا برايمري سبرماتوسايت سكند سبرماتوسايت في الهيستولوجي محدش يجيب سيرتها ركزوا معايا سكند سبرماتوسايت في الدكاتره بتوع عين شمس اللي بيشوفوا كده في الهيستولوجي ما بتشوفهاش ليه لان ليها سببين شورت ترانزيت تايم من البرايمري للراوند سبرماتيد بوقتها قصير قوي ساعات وانها شبيهه قوي النيوكليس بتاعتها بالسبرماتيد وبالتالي بتبقى بولد مع السبرماتيد يبقى انا لما اقول الريست ما اقولش انا اقول نظريا ممكن يبقى الريست عند السكند سبرماتوسايت بس عمليا لا انسوها يبقى الريست عند الايه عند السبرماتوجونيا او البرايمري سبرماتوسايت او راوند سبرماتيد ماشي طيب الخليه اللي في الاول خالص السبرماتوجونيا هلاقيها ايه صفاتها موجوده على البيزمنت ميمبرين ادي البيزمنت ميمبرين بتاع السيمينيفرا تيوبيول جي اهو دي السبرماتوجونيا البرايمري سبرماتوسايت هلاقي النيوكليس كبرت وبقت سبيكلت يعني منقطه معايا دي برايمري سبرماتوسايت السبرماتوجونيا موجوده على البيزمنت ميمبرين السبرماتوسايت برايمري سبرماتوسايت بتبقى ليها لارجر نيوكليوس وسبيكلد كروماتين راوند سبرماتيد يبدا اللي هتصغر وتبقى مور دنس تصغر وتبقى مور دنس معايا الشكل ده كتره اهي راوند سبرماتيد اهي فين هنا اهي والسبيرم اللي هو بايريفورم ووتر دروب حلو دي حاله نورمال هيستولوجي فيها كل الخلايا وده نورمال هيستولوجي ثاني اهو شايفين السبيرم عامل ازاي صغيرين خالص ماشي دي حاله سبرماتوجونيا الارست سبرماتوجونيا على البيزمنت ميمبرين سيرتول سيلز حلو قوي يفرق ازاي السبرماتوجونيا على السبتولي النيوكليس بتاعت السبرماتوجونيا موجوده كلهم على البيزمنت ميمبرين وراوندد السبتولي سيل هتبقى ليها الكروماتين بتاعها شكله مختلف شويه بيل شويه وفيها بقى بانت نيوكليولس ومش شرط تكون موجوده على البيزمنت ميمبرين السبتولي سيل كبيره واصله لحد من هنا لحد اليومن ممكن تلاقي النيوكليس في اي حته زي بص هي النيوكليس بتاعت السبتولي سيل وريها لكم في السلايد الثاني سبرماتوجونيا الارست برايمري سبرماتوسايت الارست كل دول برايمري سبرماتوسايت دول سيبك منهم اهي دي بقى ايه دي يا دكاتره ها سيرتولس نيوكليس ابارنت نيوكليولس اهي طيب دي ايه ديت اللي على البيزمنت ميمبرين طيب واللي ليها سبيكلد كروماتين وكبيره شويه ديت برايمري سبرماتوسايت طيب وديت ايه وديت ايه سبتولي ومش شرط تكون موجوده على البيزمنت ميمبرين دي طويله ممكن تكون في اي حته في الخليه انتوا شطار خالص ما شاء الله عليك يعني هي عين شمس كانت هي المفتاح اللي احنا بدانا فيه برايمري سبرماتوسايت ارست تانية راوند سبرماتيد ارست ادي البرايمري سبرماتوسايت سهلت بس في بعدها راوند سبرماتيد اصغر في الحجم ومور دنس كروماتين بس مش ما فيش سبيرم راوند سبرماتيد اهي صح شطار ما شاء الله عليك
خلاص كده خلصنا الاربع اسباب انوركيا كريبتوكليز جيرم سيل ابليزيا وجيرم سيل ارست. خلاص طيب الكلاين فلتر سندروم جميل قوي قوي. الكلاين فلتر سندروم الكلاين فلتر سندروم هو عباره عن سندروم بيتميز بان هو موجود اتليست 1 اكسترا اكس كروموسوم. يعني الميل بيبقى اكس واي 46 اكس واي ممكن يبقى اكس اكس واي. هل في احتمالات تانية؟ هم يبقى ايه؟ يبقى اكس 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 واي ممكن. يبقى كلمه اتليست دي انا بعنيها اتليست في 1 اكسترا اكس كروموسوم. انا سامع صوت حد بيتكلم. في حد بيتكلم؟ انتوا توتوا عني ولا معايا يا جماعه؟ المجموعه اللي هنا انا ما باجلهاش كده، ما باجلهاش مش لان انا واخد منكم موقف، لا عشان انتوا بعيد. يعني مش بعيد برضو عن القلب، لا انتوا بعيد عن المكان. يعني برضو عشان تبقوا ايه؟ عارفين ان مشاعرنا واحده. ماشي يا جماعه؟ طيب يبقى الانسنس سوري الكلاين فلتر هو اتليست 1 اكسترا كروموزوم ان اول اور بارت of body cells in all or part of body cells. وده اللي هيخلينا نقول الانواع بتاعته اللي هي البيور والموزايك. البيور لو كل البادي سيلز فيها 47 47 اكس اكس واي. الموزايك اللي بعض خلايا الجسم الاقي فيها 47 وبعضها الاقي فيها 46 طبيعي. الكومن اكتر اللي هو يكون بيور، يعني يكون كل الخلايا كده. الاقل كومن ان هو الموزايك اللي هو ممكن يبقى 20%. خلاص كده يا دكاتره شطار. ده طبعا الاكس اللي بيجي لكم من المعمل في اكسترا كروموزوم هنا وتحت. ده الواي الصغير خالص اللي هناك ده الواي وده الاكس في منه اثنين. خلاص علامات الكلاين فلتر سيندروم اينوكويدال فيتشرز. اينوكويدال فيتشرز يعني ان هو ما فيهوش صفات الرجوله اللي هي الواضحه قوي. يعني الاقي الشعر قليل، الاقي الشخص طويل، الاقي مفيش فرانتال هير ريسيشن، الاقي مفيش شيست هير. ماشي اينوكويدال فيتشرز. تاني حاجه ودي موجوده في 100% من العينين مهمه جدا سمول فيري سمول فيرم تيستس. الفوليوم بتاع التيست من 1 ل 3 مللي سمول فيرم تيستس. طبعا المتوقع انه يبقى ازوسبيرم. خلاص لكن لو هو موزايك ممكن الاقي فيه بعض الاسبيرم. ماشي فيرتايل رير مع الموزايك بيكون كميه الخلايا اللي في الجسم اللي اتاثرت قليله قوي. خلاص كده جاينيكوماستيا مهمه قوي. ريكتال ديسفانكشن لان التستوستيرون قليل. منتال ريتارديشن واوستيوبروسس. اوستيوبروسس لان التستوستيرون له دور في الايه في البون مينراليزيشن. كلاين فلتر سندروم واحد طويل خلاص عنده جاينيكوماستيا هنا اللي باين التستيس هنا مش باينين او كله. تشخيص العيان بتاع الكلاين فلتر على فكره حالات الكلاين فلتر موجوده وبشوفها تشاف كتير جدا والمعدل بتاعها مش قليل بتشاف كتير الكلاين فلتر معايا. طيب البار بادي ده اللي زمان قوي لو بكتر سمير وتشوف البار بادي فيه البار بادي اللي هو بيعني ان فيه اكسترا اكس كروموزوم. ماشي الفيش اناليسيس اللي هو الفلوريسنس ان سايتو هايبرديزيشن بتشوف الليمفوسايتس بلاد ليمفوسايتس بنشوف فيها اثناء الانترفيز او الميتافيز بنشوف فيها الاكسترا اكس كروموزوم. خلاص هلاقي عنده بما ان ده نوع من انواع الهايبر جونادوتروفيك هايبوجوناديز بسبب التست يبقى هلاقي في اس اتش وال اتش عاليين لكن التستوستيرون قليل. صح ولا غلط؟ طيب وانكريس تكس هرمون بايندنج جلوبولين ده اللي هو البروتين اللي بيمسك التستوستيرون في الدم. المانجمنت ما قداميش غير ان انا افتح التست واحاول ادور فيها على سبيرم لو هو ازو سبيرم. وبنلاقي في بعض الاحوال بس خدوا بالكم من نقطه مهمه جدا از ايرلي از يو كان ان انت لما تتشخص العيان اللي عنده كلاين فلتر سندروم تاخد تفتحه وتطلع منه تيسي تستيكر سبيرم اكستراكشن از ايرلي از يو كان لان بعضهم بيبقى عندهم فصال في التست فيها لسه سبرماتوجينيسيس بس مع الوقت بتكبر. يبقى اول ما تشخصه كل ما يبقى صغير كل ما يبقى احسن. معايا؟ كل ما تبقى صغير كل ما يبقى احسن. جميل.
اتفضلي. فيش اللي هو الفلوريسنس ان سايتو هايبرديزيشن، هتلاقي مكتوب في الكتاب على الصفحه اليمين الكولوم اللي على الشمال. انا مش عارف السورس ايه، هو لو فيه اتنين كولوم ولا كولوم واحد مش عارف بصراحه، بس يعني ايه. طيب حد حاسس ان هو زهق وتعب؟ احنا المفروض ناخد بريك بقى. بقى بصراحه يعني بقى دي حاجه مش معقول. ايه ده شويه ولا ايه؟ شويه. طب شويه كمان والله. الله ما شاء الله متحملين اسئله والله، برافو عليكم. نعم. طيب نقول النوع اللي بعده بعد الكلام فلتر اللي هو كان خامس واحد، السادس اللي هو الاكس اكس مين سندروم. الله، اكس اكس ده يعني في مين؟ ازاي يبقى مين؟ ازاي يبقى مين؟ برافو عليكم انتوا مذاكرين. يبقى الجزء اللي بيميز الميل اتنقل جه للفيميل، يعني هي دي اصلا فيميل. يعني البني ادمه دي فيميل، كاريوتايب بتاعها فيميل، بس ايه؟ بس الجزء اللي بيميز الميل راح لها. البروسيس كولد ترانسلوكيشن. ترانسلوكيشن الاس ار واي ريجن او الاس ار واي جين اللي هو السكس ديتيرمينج ريجن. فكره الترانسلوكيشن اللي هي ايه؟ قال اثنين كروموزوم كل واحد فيه جزء في الاخر هنا كده. مثلا ده مثال حاجه تقطيديه. الجزء هنا الاخضر اتقطع من الكروموزوم الاول والموف اتقطع من الكروموزوم الثاني وبدلوا اماكنهم. اتقطعوا وبعد كده راحوا مبدلين. الموف راح للكروموزوم الاولاني والاخضر راح للثاني. يبقى ده مساله الترانسلوكيشن، اثنين كروموزوم تبادلوا قطع منهم. الجينز اللي اتنقلت من هنا ومن هنا اللي فيها صفات اتنقلت بالصفات بتاعتها للكروموزوم الخطا. يبقى دلوقتي حصل ترانسلوكيشن الاس ار واي ريجون من على الشورت ارم اوف واي كروموسوم ل 1 اور 2 اكس كروموسوم. طب مش هي المفروض في دي؟ ايوه. ما ده عيب خلق. يعني الترانسلوكيشن ده من الحاجات اللي بتحصل عيوب الكروموسوم. مش هي اصلا ما عندهاش الواي؟ ايوه. ما هو دلوقتي اثناء الانقسام في جزء من الواي اتقطع وراح للاكس، ودي خدت اكس اكس وكملت في مين، بس معاها الاس ار واي ريشيو. اللي زعلانين ليه؟ هجيب لك شكلها والله، عندي صوره ليها، عندي صوره ليها. بس دلوقتي يا دكاتره انا الجزء اللي بيخلي التست الجناد الباي بوتند جناد، الجناد اللي هي ممكن تبقى اوفري او تيست، اللي بيخليها تمشي ناحيه التست بقى موجود. الفينوتايب بتاع الشخص ده بتاع البني ادم ده هيطلع مين؟ بس عنده مشاكل، بس مش ميل طبيعي. هجيب لك الصوره والله ما تزعليش يا دكتور، انا عشان خاطر جبت الصوره دي. خلاص ادي الاس ار واي ريجن اللي هي اتنقلت من على الشورت ارم وفاي كروموسوم. طيب المانيفستيشن زي الكلام فلتر سندروم بس بيبقى مش طويل، شورتر ستيتشنج. يبقى لما واحد عنده قلق عام زي الكلام فلتر بس اقصر، افكر في الاكس اكس. بالنسبه للترانسفورتيشن في مرحله في المرحله سؤال كبير قوي. دلوقتي اثناء ما هو بيحصل الامبريو بيتكون ماشي، والخلايا بتنقسم علشان خاطر تكون ال ده هيطلع اكس واي وده هيطلع اكس اكس ماشي. في المرحله دي الواي بيروح في ناحيه والاكس بيروح في ناحيه، بيحصل حته تروح من عنده. سميها مرحله بقى في الايرلي امبريوجينيس. يعني الفكره الاكس بتاع الاب هي اللي الاب هي اللي واخده الاس ار واي ريجن من الواي. ممكن تبقى ممكن احتمال. بس يا جماعه يعني انتوا مسكتوا في النقطه ديت نقطه، انت كويس قوي انك تعرفوا ان هو حصل ترانسلوكيشن، لكن ده جزء امبريولوجي انا برضو ما اعرفش تفاصيله. يعني التفاصيل الدقيقه قوي انا للامانه ما اعرفهاش. انت فاهم قصدي؟ يعني الاكس واي ماشي، كده الاب عنده الاب. قصدي الدكتور قصدي الدكتوره والنبي يا جماعه ثانيه واحده
قصدي الدكتوره ان الاب عنده اكس وواي ماشي كده، فجزء من الواي راح للاكس وراح مديها للفيميتال احتمال. انا تحت امرك ماشي، انا معاك انا معاك. انتوا سبتوا كل اللي فاتوا مسكتوا فيه ايه يا جماعه؟ مش مهم يا جماعه، مش مهم، اعرفوا بس ان هو فيه ان في ترانس لوكيشن، ده هيفرحوا بيه قوي لو ترانس لوكيشن. لا لا لا، ما تدخلناش في الديس اوردر سكس ديفلوبمنت والانتر سكس. حاجات تانية يا دكتوره هناك، وبرزيستنت مولرين داكت سندروم، وال ده توها تانية. معلش خلينا لحد كده بس، خلاص يا جماعه. زي كلام فلتر سندروم بس افرقوا عنه ان هو بيبقى شورتر ماشي. علاجه ما تخنش دماغي. لا ما تخنش دماغي فعلا، هقول لكم يعني ايه. دي اصلا كاريوتايب بتاعها في مين، حلو كده، الكاريوتايب بتاعها في مين، بس هي عشان الاسترويليجن بقت كلها ماشيه فيه تايب مع مين. ما تخنش دماغي اقول لا ده انا هحولها في مين، مش هيحصل، مش هينفع. اديله تستوستيرون ويكمل حياته مين؟ انفرتايل. معايا؟ انا قصدي دي ما تدخلش دماغي. هي الصوره اهي. ماشي ده مين اهو؟ خلاص؟ طيب حاجه اسمها نونان سندروم. نونان سندروم نتيجه جين ميوتيشن، بلاقي اللي هو ايه؟ اللي هو في عامل شورت ستيتشر وديلي بون ايج، اندرستاند تيستس، لو فوليوم بتاع تيستس وانفرتيلتي ويب دينيك وكارديو باسكولار انومالي. فاكرين يا جماعه السندروم في الجميل كان زمان كده يقول لك ايه؟ ترنر سندروم. فاكرين؟ دوت كان زمان كده يشبهوه عشان هو شورت ستيتشر ويب دينيك، فيقول لك ده مين ترنر. يعني بيشبهوه بس غلط، اللي اسمه نونان سندروم. حلو كده؟ طيب وصلنا لنقطه صغيره خالص هنقولها وبعد كده هناخد بريك خفيف جميل قوي قوي قوي. ممكن تبقى التست بتطلع سبيرم عادي خالص، والسبيرم جميل وحلو وعدد كويس جدا وكل حاجه، بس السبيرم ده العين ده يبقى انفرتايل برضه. ليه؟ لان في ديفكتس في السبيرم نفسها. في ديفكتس في السبيرم نفسها. ديفكت يا اما في المورفولوجي يا اما ديفكت في الايه؟ في الموتيليتي. الايموتايل سيليا سندروم. ايموتايل سيليا سندروم. دوت عباره عن اوتوزومال ريسيسيف. ماشي؟ وده بيبقى فيه المشكله ايه؟ ان التيل ما بيتحركش. عنده سبيرم كاونت كويس جدا، وعنده كل حاجه حلوه جدا، بس التيل ما بيتحركش. مش في السبيرم بس، ده في اذر اورجنز في الجسم. وعلى راسها الريسبيراتوري سيستم. السيليا اللي موجوده في البرونكيولز اللي بتطلع السكريشن والبكتيريا لبره ما بتشتغلش. هيحصل استجنيشن. يحصل شيست انفكشن. ممكن ينتهي ببرونكيكتس. خلاص؟ يبقى ده الاسوشيشن بتاعه مهم جدا. اللي هو الموتايل سيليا سندروم هلاقي فيه ريكانت برونكايتس وسينسايتس وتاس ميديا ممكن يوصل لبرونكيكتس. خلاص كده؟ لو دوت على قد كده بقى الموتايل سيليا سندروم سبيرم وشيست. لو بقى فيه اذر مانيفستيشنز بنجمعهم في ايه؟ في سندروم تاني اللي هو كارتاجنر سندروم. اللي هو بقى ايه؟ الموتايل سيليا ومعاه برونكيتس وسايتس انفيرسس اللي هو العيان يبقى ميرور ايمج، القلب في اليمين والكبد في الشمال والمعده معرفش فين واللي 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 معايا. يبقى ده بقى سندروم تاني مشتق من السندروم الاولاني الايموتايل سيليا. بقى فيه ايموتايل سيليا وبرونكيتس الشيست برضو بس معاه سايتس انفيرسس. معايا كده يا دكاتره؟ طيب لو في واحد السبيرم ما بيتحركش، عشان بتسالوا فيها في الامتحان، السبير ما بيتحركش، عدد حلو جدا والمورفولوجي شكله 100% بس ما بيتحركوش كل السبير، ايه السبب؟ يا اما دلت برافو عليكي. اول حاجه ان انا هشوف السبير ده حي ولا مش حي. ماشي؟ ما حي ولا هو ميت. بنعمل له اختبار ايه؟ هايبو اوزموتيك سويلنج تيست. وايه تاني؟ واليوسين نيجروزين ستين اللي هي الفيتال ستين. السبيرم الحي ياخد السبيرم ولا ما ياخد الستين ولا ما ياخدهاش؟ ما ياخدهاش لانه عنده سيلكتيف بيرميابيلتي انه ما يعديش الصبغه. صح؟ السبيرم الميت ياخد الصبغه. السبيرم الحي يحصل فيه سويلنج ولا ما يحصلش؟
والميت لا عرفته. طيب الشيء بالشيء يسكى عشان تعرفوا بس الكلام يا جماعه. الحل بتاع الايام دوت كان السبرم ما بيتحركش مش هيكسر فيرتيلتي اكس انترسيتوماز سبرم انجكشن جلوبوز سبرميا. حد يعرف تعريف الجلوبوز سبرميا؟ راوند هيد سيندروم. برافو برافو برافو. دي حاله مصبوغه دي حاله مش 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 من تكست دي حاله انا شايفها ماشي. ادي الهيد السبرما مدوره ما هياش بايروفورم زي الطبيعي ومفيش اكروزوم كلها يبقى ايه راوند هيد سيندروم. مفيش اكروزوم مفيش بينتريشن للزونا باليوستا ولا للاوفر مفيش كالكولايزيشن. صوره بالسكاننج الكترون مايكروسكوب الهيد مدوره مفيش فيها اكروزوم. 9 بلس 0 سيندروم حد فاكر الرسمه دي مهمه بتضايقك وتوترك وبتيجي في الامتحان وظريفه ومهمه. المفروض يا جماعه باختصار شديد جدا ان لو انا خدت كروس سيكشن في البرنسبل بيس بتاعت التيل بتاعت السبير في البرنسبل بيس بتاعت التيل الاقي فيها 9 ازواج من مايكرو تيوبولز على البريفير. 9 ازواج 9 مايكرو تيوبول دبلتس واتنين مش في السنتر موجودين وده السيستم ده اللي بنسميه 9 بلس 2 كومبلكس. 9 ازواج واتنين في النص زوج امبوتين بس في سندروم ده مهم قوي عشان الموتيلتي ماشي. وتعرفوا الميكانيزم بتاع الموتيلتي لو الاثنين اللي في النص دول لوست مش موجودين في الديفلوبمنت مش هيتحرك وبالتالي بنسمي السندروم دوت 9 بلس 0 سندروم. 9 بلس 0 سندروم صح. اهم حاجه في المحاضره ديت الاستيكلر كوزس ان احنا هنقول عليها هايبر هايبوجوناديزم نمره 1. نمره 2 نقطه مهمه قوي اللي انا اعرف ازاي اتعامل مع حاله امتي سكروتا. ممكن تبقى ابسل تيستس ممكن تبقى اندرسيل تيستس ممكن تبقى ريكارتايل تيستس ممكن تبقى اكتوبيك تيستس. اتعامل معاهم والديفرنشال دايجنوز والاختبارات والهيومن كوريونوجرافي تيست والحاجات الحلوه بقى وتعمل الترا ساوند على البط وتدور والمولر الهيبيتنج فاكتور موجود ولا مش موجود وتعيشه حلو كده.